أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناؤها المعصومين حجج الله أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في لحظات جهنم. وهنيئا لك ركوب سفينة النجاة. صلوا على محمد وآله الأطهار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المتواصل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أيها السادة المشاهدين الكرام في برنامجكم ميكروفون مصر وصل صوتك. البرنامج ده للأخوة المصريين في كل مكان في العالم، أي فرد مصري بإمكانه اتصال في البرنامج ده والمشاركة في البرنامج من الشيعة والمتشيعين أو الأفراد اللي عاوزين يسألوا عن الشيعة وعن قضية الشيعة والتشيع في مصر. احنا في كل يوم نفتح موضوع عشان نهدي الناس للإسلام الحقيقي، نخلي الناس تسيب زمرة الكذب والإفك والافتراءات زمرة أبو بكر وعمر. كتير من الناس يقولوا تتشتم عمر ليه؟ أنت بتشكك الناس في دينهم ليه؟ تعمل الحركات دي كده ليه؟ فأنا أقول لهم بكل بساطة يا أخوانا يا مسلمين، إحنا نعمل كده عشان دول أعداء السنة، فيجب عليكم التبري من هؤلاء من أبي بكر وعمر عشان تحيوا السنة. عمر بن الخطاب وأبو بكر بن أبي قحافة من أكبر أعداء السنة. تقول لك إزاي؟ دول هم اللي أسسوا السنة والسنة النبوية، إحنا اسمنا سنة على اسمهم عشان هم من أهل السنة ومش عارف مين. أقول لك لا يا أخونا، تسميت نفسك بحاجة غلط. زي ما تكون مثلا، أقول لك إيه، تكون مثلا سمكري كده أو ميكانيكي أو مش عارف سباك أو أي شغلانة، وبعدين تسمي نفسك الدكتور السباك. ممكن الكلمة دي؟ لا مش ممكن، لا مش ما ينفعش. لو انت ما درستش الطب ما ينفعش تكون دكتور، انت سباك. دلوقتي انتوا سميتوا انفسكم باهل السنة، او في ناس سموكوا اهل السنة وانتوا مش اهل السنة، انتوا اتبعتوا ناس من اهل الخدعة، انتوا اهل البدعة. اقول لك بكل صراحة، اتبعتوا الديانات اليهودية على النصرانية على المجوسية على مش عارف مين، وجبتوه وعملتوا كوكتيل كده وخليتوه هي الديانة البكرية. موضوع الحلقة بتاعنا هو انه عمر عدو السنة. عمر عدو السنة، واجرم بحق السنة النبوية اجرام الله يلعنه على اساسها، والله ألعنه في كل ليلة وفي كل يوم وفي كل صلاة اصليها. عشان ايه؟ عشان اجرم بحق السنة النبوية. عارفين يا اخوانا انه النبي صلى الله عليه واله دلوقتي عاش ما بين المسلمين عشرات السنين، يعني من زمن، يعني هو عمره 40 سنة، من لما في زمن البعثة، و 63 او 64 سنة حينما استشهد رسول الله صلى الله عليه واله. فطوال مدة هجرته على الرسالة على كل حاجة كان يعني سنين طويلة. فلو فرضنا جدلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله، نحسب الآلة الحاسبة كده، في كل يوم، طيب احنا نقول كم سنة، قول 10 سنين عاش النبي مع المسلمين، معنا أكتر من كده 10 سنين. طيب في العشر سنين في كل يوم قال كلمة واحدة، حديث واحد، ضرب 366 يوم، يبقى عندنا كام؟ يبقى عندنا
3660 رواية قالها رسول الله صلى الله عليه وآله في كل يوم. طيب معقول رسول الله صلى الله عليه قال كلمة واحدة في كل يوم؟ لا، قال أكتر من كده بكتير. بس بسبب عمر وعائشة وحفصة تم إقصاء السنة النبوية وحذف السنة النبوية. دلوقتي في النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي في المدينة المنورة كل أسبوع يصلي الجمعة، مش كده؟ ومن ضمن صلاة الجمعة الخطبة. طيب وصلت لنا كم خطبة من النبي صلى الله عليه وآله من خطب الجمعة ديت؟ أنا بصراحة ما قريتش ولا رواية واحدة تقرأ ولا تقول خطبة الجمعة رسول الله صلى الله عليه وآله، خطبة واحدة بس. في خطبة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن موضوع شهر رمضان، في استقبال شهر رمضان المبارك. طيب أنا البحث طويل، بس أنا أهم حاجة عندي هي الاتصالات والجمهور عشان ما يستنى كتير قوي. معانا أول اتصال، محمد من الأقصر. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ فايز وحشتنا والله، وحشتنا حبيبي. الله يخليك، تفضل. إيه أخبار حضرتك، تمام أنت؟ الحمد لله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وأنا على عداو وعجل فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا موضوع الحلقة عن عمر بن الخطاب، هو عدو الإنسانية قبل ما يكون عدو السنة. أحسنت. هو السبب فيما حدث بين المسلمين لحديث يومنا هذا، وما أدى من الفتن بينه وبين المسلمين من أبي بكر وعثمان وحفصة وعائشة لعنهم الله جميعا في كل كتاب وفي كل عصر وفي كل زمان. عندما ألو أيوة سامعك، أيوة تفضل. الذي ما فعله عمر هو تدمير وتفتيت المسلمين في كل بقعة من بقاع الأرض، وما يحدث هو اليوم هو دليل قاطع على ما يحدث الآن من هذا، من كل ما فعله بالمسلمين. هذا شارب الخمر ولاعب الميسر، وللأسف الشديد البعض الكثير من السنة لا يعرفون هذا الكلام كثيرا، ولكن في أحاديث مغلوطة عن البخاري أو ما يسمونه البخاري بإمامهم، وما كان ما يزعمون أنهم أهل سنة وأهل جماعة، وهم في الأصل أهل نفاق وأهل خداع لتضليل الأمة الإسلامية لصالح اليهود والنصارى وأعداء الإسلام والمسلمين وأعداء محمد وآل محمد عليهم السلام، الصلاة وآله الطيبين الطاهرين الأطهار. كل ما يحدث الآن هو تدمير المسلمين بكل شتى أنواع التدمير الذي نشاهده اليوم في مجالات كثيرة جدا. وأرجو من معاليك ولو تكرمت بعد إذن السيادة الموقرة، نريد من سيادتكم الموقرة أن حديث بتعريف التحديث ومراجع شخصية الإمام الحسين عليه السلام حتى يعرفوا ما هو الظلم وأشد الابتلاء الذي نزل عليه من يزيد بن معاوية لعنه الله في كل كتاب وفي كل زمان، وحسب الله ونعم الوكيل في كل ظلم أهل محمد الطيبين الطاهرين، وظلم الحسين وظلم الحسن وحلي وفاطمة الزهراء وزين العابدين. وأرجو من معاليك وأرجو من حضرتك لو تكرمت عايزين شوية مراجع بتعريف الأئمة الاثنى عشر وتعريف مراجعنا العظام، وشكرا جزيلا، وربنا ينصرنا على كل من يعادينا، وحسبي الله ونعم الوكيل كل من ظلم شيعة علي القرار، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي يسيء إلينا للفظ أو بكلمة أو إهانة والفاظ بذيئة والفاظ نابسة. كل ما نحن فيه الآن من هذه الفتن هو الأظهر الشريف الذي يدير ما يدره خلف الكواليس والغرف المغلقة والحروب الخفية. طيب أشكرك جدا. هذا هو المعقل الرئيسي للتدمير للأسف الشديد. وما نذكر ونذكر الأظهر الشريف أن الأظهر الشريف هو على المذهب الشيعي الفاطمي
عليهم أن يتقبلوا هذا ويعترفوا بهذا ويعترفوا أننا 64% من المسلمين هم شيعة الإمام علي وشيعة محمد وآل محمد الطيبين الأطهار. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله في كل المسئلين. أشكرك جدا يا أخونا يا محمد على اتصالك. أشكرك جدا أشكرك جدا أشكرك جدا. بص يا أخونا، قلت تعاوز تعريف ومراجع عن شخصية الإمام الحسين عليه السلام. إحنا في كل محرم عندنا برغم كتير قوي عن تعريف الإمام الحسين عليه السلام، وبإمكانك مراجعة القناة بتاعتنا والبرامج بتاعتها الموجودة على اليوتيوب إن شاء الله. أما الأئمة 12 فعندنا برامج كتير قوي في تخص الموضوع دوت، وإن شاء الله لو ربنا وفقنا هنتكلم عن الموضوع ده. طيب نرجع لموضوع عمر ومحاربته للسنة. أول عملية إرهاب تجاه السنة كانت في عصر النبي صلى الله عليه وآله. طيب لا مش أول، بس هي أجرأ وأكبر عملية سطو على السنة جرت من قبل عمر لعنه الله، هي كانت قبيل استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله في رزية يوم الخميس، لما عمر الملعون ده منع رسول الله صلى الله عليه وآله من كتابة الكتاب الذي لن تضل بعده الأمة أبدا. هو ليه رسول الله صلى الله عليه وآله في قبيل وفاته يوم الخميس، هو استشهد رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الاثنين، فيوم الخميس قال هاتوا لي كتابا ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. فعمر قال لا، حسبنا كتاب الله إن الرجل قد غلبه الوجع. بعضهم قال لا سوى هاجر يعني خرف والعياذ بالله، وبعضهم قال لا احنا مش عاوزين الكتاب بتاع رسول الله. أول شخصية وأشهر شخصية حاربت السنة النبوية في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله هي عمر بن الخطاب، فإحنا عشان كده نلعنه. يحارب السنة النبوية أمام رسول الله صلى الله عليه وآله ويرد كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، إيه الجرأة دي يا عمر؟ عشان إيه؟ عشان هو إنسان مبتدع. عمر عاش إيه؟ كان بيحب إيه؟ عمر كان بيحب اليهود وكتب اليهود ويستن بسنة اليهود. أنا هجيبكم الروايات والأحاديث كلها عندي، كلها عندي مسجلة واحدة واحدة عشان تعرفوا عمر اللي جاب لكم اليهودية والمجوسية في الدين بتاعكم. ومن ضمن العقائد المجوسية هي إيه؟ هي اليهودية عفوا، هي إيه؟ اليهود عندهم بعض السنن مش ممكن نقلها كتابيا شفويا، فممكن عمر تأثر باليهودية، ولا هو كان عاوز بناء على أمر من كعب الأحبار اللي صاحبه والذي سنى له الوسادة عشان يقعد ويتكلم زي ما هو عاوز في 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 المسجد النبوي، حتى قال له أمير المؤمنين أو عفوا أبو ذر الغفاري قال له أتفتينا في ديننا يا ابن اليهودية، وشتمه وضربه أبو ذر الغفاري. عمل كده ليه في كعب الأحبار؟ عشان هو ده واحد يهودي أسلم دلوقتي، فعمر جعله يفتي في القملة والنملة، وبعدين قربوا الملعون عثمان بن عفان، وبعدين راح قال أنا عاوز أكون عند معاوية في الشام عشان هناك في الشام الجو حلو ويفتي. ويقول في الروايات الإسرائيلية، يقول لك إيه في رواية يعني ضحكت كتير لما قريتها، يقول لك مرة الملعون ده اللي هو اسمه كعب الأحبار في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، تخيلوا يا إخواننا واحد يهودي ويفتي، قال إن الله عز وجل وقف على الصخرة، على صخرة بيت المقدس دلوقتي اللي عليها قبة دي، القبة الذهبية الموجودة في فلسطين، القبة اللي صخرة اليهود المقدسة عند اليهود اللي عمر قدسها كمان، وانتوا قدستوها بناء على تقديس عمر بن الخطاب مش عشان هي مقدسة عندنا احنا. المقدس عندنا هو المسجد الأقصى في فلسطين في القدس، مش القبة بتاعت قبة الصخرة. قبة الصخرة، الصخرة دي بتاعت اليهود مش بتاعتنا احنا المسلمين، لا نقدسها ولا بتاع خرافات اليهود دي. فالكعب الأحبار قال إيه؟ قال الله عز وجل كان واقف على الصخرة دي بتاعت قبة الصخرة فتفل، فخلق ما شاء الله من البحار والأنهار والمحيطات، تخيل، والخلجان. فقال له علي بن أبي طالب ويحك، الله الله أكبر، ها وسعته صخرة، إيه الجنان ده يا راجل؟ وقف على هذه الصخرة وتفل تفلة.
الله يلعنكم على والله الناس. وكمان يروها ويقولوا اه كعب الحبره كده ويروا من كتب الاسرائيليات ويقول بعدين قال هو عمر كان بيموت في اليهود يموت في اليهود. طيب عندنا اتصال مين معانا؟ فوزي من المنصوره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ فوزي. انا دلوقتي بتكلم انت على الهواء. الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا فوزي وطي على صوت التلفزيون. وطي على صوت التلفزيون. وطي التلفزيون خالص. طيب اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب انا اول مره بتصل بالتلفزيون يعني بقناه. طيب الو مبروك. اتفضل. صحيح ماشي. يا اخي فاضل احنا بنحبكم انتوا ليه بتكرهونا؟ لا والله انا بحبك. انا بحبك يا فوزي. انا بحبك والله العظيم. انا بحبك. اقول لك على حاجه يا فوزي تسمح لي؟ اسمعك. طيب انت لو عاوز تروح نار جهنم وانا ما اقولكش ولا حاجه ابقى احبك ولا اكرهك؟ يا سيد الفضل طب خليك اسمعني اسمعني. طيب حاضر حاضر اسمعك. اولا 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 انا عندي 55 سنه تمام كده؟ طيب اتولدت على اني سني تبع تبع المذهب السني. وانا مش متفقه في الدين قوي. انا مش متفقه في الدين قوي. يعني عند حضرتك مثلا لما نيجي نتكلم على الاخوه المسلمين اللي هم اللي هم اخواننا. لما تيجي تقول لهم على على عمرو بن العاص سيدنا عمرو بن العاص هم بيشتم مع ان هو في داخليتهم ان هم بيشتموه. يعني يقول لك ده عمرو بن العاص ده وده راجل ابن كذا وابن كذا وهو غزا. انتوا ليه بتشتموا ابن عمر وانتوا عارفين ومتاكدين ان سيدنا عمر بالنسبه لنا احنا حاجه كثيره جدا. يعني وبعدين في حاجه يا اخ اخي العزيز احنا الشعب الوحيد اللي في العالم اللي بنسمي حسنين يعني حسن وحسين. احنا بنحب الشيعه. لا كمان عندنا في العراق بيسموا حسنين كمان قوي يعني كتير قوي. لا او يمكن احنا اول ناس. طيب ممكن. انا بقول لك ده انا بقول لحضرتك مدى حبنا ليك مدى حبنا ليك. وبعدين احنا كناس وسطيين يعني مثلا اللي هم السلفيين اللي عندنا لما يجي يحتفلوا بما يسمى عاشوراء عندنا احنا عندنا احنا كسنه بيعملوا حاجه زي البجيله كده وفرحه. احنا بنقول لهم يا اخواننا في نص مليار مسلم بيقولوا ان عاشوراء ديت هم زعلانين. ازعلوا يعني حتى بلاش تفرحوا ازعلوا. ولما بيجي يقولوا له حديث عن عاشوراء بنقول لهم دي احاديث كذابه. طيب انا ممكن يعني اسالك سؤال يا فوزي؟ امورنا. طيب انت تزعل في عاشوراء ولا تفرح وتاكل حلاوه عاشوراء؟ شوف دي من الـ من الـ من اللي بيقولوا ايه؟ من اولا انا بزعل لزعلكم. انا بزعل لزعلكم. بس انا واحد من الناس. ده ما جاوبتنيش على سؤالي دلوقتي. انت بتعمل عاشوراء في عاشوراء ولا لا؟ اسمعني حضرتك. ما جاوبتنيش. طيب انا هجاوبك والله العظيم انا بحبك. طيب مش عايز اخش. الله يخليك الله يخليك. انا مش عايز اخش خلاف معاك. طيب حاضر. عاشوراء دي بالنسبه لنا دي تراث. عارف انت التراث ده حلاوه الموت. احنا الشعب الوحيد اللي بيعمل. طيب حاجه عشان تفرحوا واحد يبارك للثاني ويقول له اه مبروك عليك عاشوراء وازيك يا ام فوزي واخبارك ايه والحمد لله وبارك لك عاشوراء وتفضلي عاشوراء كمان. تخيلوا يا اخواننا ده بتحب وتزعل. ده مش تراث. ده مش تراث. ده بيسموه ايه؟ ده بيسموه كره للنبي صلى الله عليه واله. لا 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 عشان تفرح في اليوم اللي اتقتل فيه حفيده. يا سيد الفاضل انا مش عايز اختلف معاك. انا طيب بقول لك. طيب انا اقول لك على حاجه. انا معاك انا معاك يا فوزي. طيب انا خليتك تتكلم يا فوزي. يا فوزي انا خليتك تتكلم. ممكن اتكلم اسالك سؤال وتجاوبني بس ارجوك. طيب انا اقول لك انت الشخص اللي حارب السنه النبويه بتقول عنه ايه؟ اللي حارب ده ملعون. ملعون. طيب عليك نور عليك نور. ملعون الكل من حارب السنه النبويه. طيب الشخص الذي ينهى عن تناول السنه النبويه يقول لك اي واحد يتكلم ويقول قال رسول الله انا هدي بالجزم على راسه. مش عاوز اي واحد يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه واله. هتقول ايه؟ هتقول عنه ايه؟ ملعون. ملعون. طيب طيب انت فل. اسمع اسمع معايا. قال قرظة بن كعب لما سيرنا عمر إلى العراق مشى معنا عمر وقال أتدرون لما شيعتكم؟ قالوا نعم مكرمة لنا. قال ومع ذلك أنتم تأتون أهل القرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل
فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم، جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. تخيل يا أخونا، عمر بن الخطاب نهى الناس عن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أقول لك على حاجة تانية، أقول لك على حاجة، اسمعني، خليني أكمل كلامي، خليني أكمل بس أكلم، أرجوك أرجوك. كم سنة لم تروى الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ثلاث أجيال، 77 سنة لم يتم تدوين الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله بسبب عمر بن الخطاب. يعني كم من الروايات تم نسيانها وذهابها بسبب فتوى عمر بن الخطاب دي؟ تخيل يا أخونا. عشان كده أنا أقول لك عمر بن الخطاب عدو السنة. عمر الخطاب نهى عن تناول السنة عشان كان يكره رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يكره السنة النبوية. فأنت دلوقتي حكمت بأن عمر الخطاب ملعون، وأنا أشكرك جدا أنك حكمت على عمر الخطاب بأنه ملعون. تفضل تفضل تفضل. لنتفق على شيء، ممكن نتفق على شيء إن شاء الله. أنا وأنت نتفق، أنا ممكن أنا وأنت نتفق نقول ملعون من أهان الله ورسوله. انت في دماغك حاجه، انا معاك، انا بحبك والله العظيم يا فوزي، ده انت انسان هايل. عمر الخطاب اقول لك على حاجه، اللي يقول عن الرسول صلى الله عليه واله انه يخرف، بلاش بلاش نقول ايه، لا اللي يقول، اللي يقول كل اي فرد، اسمعني اسمعني اسمعني، انت تقول من اهان رسول الله صلى الله عليه واله يبقى ملعون. طيب من قال، من قال ان رسول الله صلى الله عليه واله غير سليم عقليا بتقول عنه ايه، ملعون ولا لا؟ يا سيد الفوز، لا جاوبني على سؤالي ارجوك، جاوبني على سؤالي يا فوزي، جاوبني على سؤالي يا فوزي. طيب انا مش عايز اتكلم معاك عشان نختلف، انا طيب. مش عايز اتكلم معاك، لا انا معاك، متفق معاك جدا. اتفضل. انا بحبك والله. انت ليه انت ليه بتخلي ان انا بكرهك؟ انا بحبك. لا والله العظيم انت مش كارهني، بس انا عاوز اوضح لك الصوره عشان تفهم. انا بكرهك يا سيد الفوز، يا سيد الفوز. احنا قدامنا تحديات كتيره جدا، الامه الاسلاميه والامه العربيه قدامها تحديات كبيره جدا. يا عم سيبك من التحديات والكلام الوطني، انا بكرهه، انا بكره الكلام بتاع الحزب الشيوعي والاحزاب الاشتراكيه والسياسيين، سيبك من الكلام ده، كن واضح معايا ارجوك، ما تنرفزنيش، انا بكره الكلام ده عشان ما اخافش بيوتنا غير الكلام ده، ارجوك ما تنرفزنيش، بلا الامه الاسلاميه بلا الوطنيه العربيه بلا الكلام ده. انا بقول لك سؤال، جاوبني على سؤالي ارجوك، انا بكره الكلام ده، وانا اي واحد يكلمني بالخطاب بتاع السياسيين العرب دول انا بكرهه صراحه. اقول لك على الصراحه، كلمني، انت قلت كلام واضح، سيبك من التحديات البتنجانيه والامه العربيه، لا كلمني، اقول لك، اقول لك انت اي واحد يهين رسول الله صلى الله عليه واله يبقى ملعون ولا لا؟ جاوبني على السؤال ده. قال عن رسول الله صلى الله عليه واله انه يخرف. قال قال اسمع. طيب اتفضل. انا اتكلم من 1400 سنه، يعني لو الرسول عليه الصلاه والسلام قال كلمه، قال الحديث لو اتنقل عن 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 كل واحد زوج حرف هيبقى المعنى مختلف. انا واحد من الناس باخد الحديث النبوي وادخله دماغي. إذا دماغي قبلته فأنا بقول إن الحديث ده صحيح، إذا دماغي لم تقتله فأنا بقول الحديث ده غير صحيح. ممتاز. ممتاز. السيدة عائشة، السيدة عائشة رضي الله عنها بالنسبة لي لعنة الله على عائشة، ما تترضاش عن عائشة عندي وعلى أي شخصية، أنا بكرهها أرجوك. يا سيدة الفضل خلينا محترمين وكويسين معاك. طيب انا لا لا انا بس انا بس نفسي يا فوزي، انا بس انا عاوز اسالك سؤال ارجوك يا فوزي، يا فوزي انا نفسي نفسي تجاوب على سؤال الشخص الذي يهين رسول الله صلى الله عليه واله. ملعون. طيب ملعون. طيب الشخص الذي قال، طيب طيب اسمعني اسمعني يا فوزي، يا فوزي اسمعني ارجوك، خلينا اتدرج معاك يا فوزي. انا مش عايز اختلف معاك. طيب طيب انا مش مختلف معاك، انا بس عاوز اتدرج معاك في النقاش يا فوزي. انا عايز طيب اقول لك على حاجه يا فوزي، بس ارجوك يا فوزي خلينا اتكلم، يا فوزي خلينا اتكلم ارجوك من فضلك، ثواني ثواني يا فوزي اسمعني. الشخص الذي يهين رسول الله صلى الله عليه واله ملعون. طيب شخص، هناك شخص قال ان رسول الله صلى الله عليه واله والعياذ بالله مصاب في قواه العقليه، بتقول عنه ايه؟ لا مين اللي قال كده؟ عمر بن الخطاب قال كده. حديث عن مين؟ حديث عن موجود في البخاري ومسلم، مسلم ومسند وكل الكتب. البخاري ده حد عندي. البخاري بيقول ان عمر بن الخطاب قال ان الرجل غلبه الوجع
حسبنا كتاب الله، مش عاوزين السنة النبوية. اسمع، لا 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 ما تقوليش يا عم، سيبك طيب. البخاري إنسان ومسلم إنسان، والحاكم كمان في المستدرك بتاعه إنسان، وأحمد بن حنبل كمان إنسان. إيدو إيه ده؟ ده رواية مستفيضة عن أكتر من مصدر بيقولوا إن عمر الخطاب قال عمر الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه بيخرف والعياذ بالله. طيب، وقال انا مش عاوز السنه النبويه، انا حسبنا كتاب الله وبس، حتى غضب رسول الله فطردهم. ممكن اتكلم؟ اتفضل. ممكن اتكلم؟ اتفضل. البخاري مش حب عليا. اولا البخاري ما كانش عربي، كان كفيف، اعمل الاحاديث النبويه بعد 200 سنه، فمش كل الاحاديث اللي في البخاري انا صدقها. يعني يا عم يا صح، كتاب عندكم انت لو اي كتاب سبته يعني نعمل ايه؟ يا عم لا تنام، بس عند مين؟ عند السلفيين مش عند انا. يا عم عند السلفيين كل الشخص يسمي نفسه سني او صح كتاب عنده بعد كتاب الله هو البخاري. لا لا لا، ده كلام ناس بيقولوا. لا انا عند انا كفوزي بقول لك هو. طيب 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 طيب، لا ثواني 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 ثواني، لا 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 ثواني 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 ثواني، بس ثواني يا فوزي ثواني. شوف، البخاري بيروي روادي ومسلم وابن حنبل والنسائي والهيثمي وابن كثير وابن سعد وابن ابي يعلى والصنعاني والبيهقي وابي عوانه وابن ابي الحديد، وحتى اسمه ابن تيميه كمان يروي الروايه. يعني كل الكتب دي اكتر من 12 مصدر من كتبكم، من اصح كتبكم، تروي ان عمر الخطاب اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قواه العقليه. يبقى ملعون ولا مش ملعون؟ لا 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 لا، اي حد بيتهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو معتوه فهو ملعون. طيب يعني عمر الخطاب ملعون؟ لا لا، ليه لا؟ سيدنا عمر ان هو قال كده يا عم الكتب. طيب انا اقول لك على حاجه يا فوزي، اقول لك على حاجه يا فوزي. كتابين، طب خليك بس معايا. طب قال لك كتابين عن الشيعة ان هم بيقولوا كذا وكذا وكذا. ما يا فوزي يا فوزي يا فوزي، اسمعني يا فوزي. انا اقول لك على حاجه يا فوزي. انت شكلك انسان مستنير وعالم وفاهم. عندك نت في البيت ولا لا؟ ما عنديش نت يا عم. طيب انت عندك قدام بيتك كافي نت؟ انا معايا ماجستير في الاقتصاد، تمام. طيب، والنت ده انا عندي من اهو، انا من ايام التليفون ابو منافله. طيب انا اقول لك، انا هقول لك على حاجه ثانيه. طيب فيك اي كافي نت؟ طيب في اي كافي نت؟ اي كافي نت قدام بيتك؟ في كتير. طيب روح لكافي نت، دور عن رزيت يوم الخميس، دور عن رزيت يوم الخميس وهتعرف كل حاجه. يا فوزي انا في اتصالات كتيره قوي، واشكرك جدا على اتصالك انا، واعتذر منك جدا انه في اتصالات كتيره قوي. بس انا اقول لك يا فوزي، يا اخونا يا محترم، انت قلت كلام جميل جدا انه عمر بن الخطاب او اي شخص يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون. لذلك انت دلوقتي مش مصدق الكلام بتاعي، عشان قلت لا مش ممكن الكلام ده يكون عمر الخطاب يقول كده. لا، راجع وشوف المصادر وهتعرف وهتشوف. دي اول جريمه، انا زي ما قلت اول جريمه ارتكبها عمر بن الخطاب بحق السنه النبويه. اللهم لعن عمر بن الخطاب. طيب انا بلعنه ليه؟ بص اسمعوا الروايه ديت. يقول لك الروايه دي موجوده في سنن الدارمي وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم للنيسابوري، المستدرك على الصحيحين. يعني كل رواه الروايه دي كلهم ثقات، وكلهم وثقهما كلاهما البخاري ومسلم الشيخين وجامع البيان العلم وتذكرة الحفاظ ومصادر كتير قوي. يقول لك ايه؟ قال قرظة بن كعب لما سيرنا عمر الى العراق مشى معنا. عمر لما قال انتوا عاوزين تروح فين؟ قالوا عاوزين نروح العراق. طيب مشى معنا عمر، مشي معاهم. قال لهم طيب انتوا عارفين انا مشيت معاكم ليه؟ اتدرون لما شيعتكم؟ قالوا نعم، مكرمة لنا، انت عاوز تكرمنا فمشيت معنا. قال ومع ذلك إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل. أنا بس أقول لكم على حاجة، تروحوا لمدينة كده أو أهل قرية كده لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، هم كل مرة يقرأوا القرآن زي دوي النحل. طيب فلا تصدوهم بالأحاديث. أنا مش عاوزهم يتذاكروا بينهم الروايات النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتشغلوهم. إيه ده؟
تشغلوا الناس عن ليه؟ جردوا القرآن، أنا عاوز تتكلموا بس بالقرآن، كله آيات القرآن، وأقل رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. في بعض البهايم يقولوا إيه؟ يقولوا لا، عشان عمر كان خايف اختلاط السنة والأحاديث النبوية بالقرآن. طيب يا أخونا يا محترم، ولا لا مش محترم، ده حمار اللي يقول الكلام ده، أنت بتقول الكلام ده ليه؟ يقول لك لا عشان عمر كان ذكي وفاهم وعارف كل حاجة، فخاف لا تختلط السنة النبوية بالقرآن. طيب لو اختلطت السنة النبوية في القرآن يبقى إيه؟ يبقى القرآن مش معجز يا جماعة، يعني ما فيش أي إعجاز في القرآن، وإحنا نقول قل القرآن لا يضاهيه أي كلام، وأي واحد عارف يقرأ القرآن كده، أي عيل يا عم يشوف بالشارع يعرف يقرأ قرآن، اقرا له القران واقرا له كمان شويه من الاحاديث او الروايات النبويه الشريفه، هيفرق يقول لك لا ده مش قران، ده مش قران. طيب عمر في 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 قمه ال 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 القران هو في يعني في القمه، طيب عمر هو عارف انه العرب عندهم ذوق وعندهم ايه؟ عندهم حاسه ويعرفوا الشعر الجيد من الشعر الرديء، عشان كده امنوا بالقران، عشان كان في بلاغه وبيان يعني غريب من نوعه، ما عندهمش اي اصلا. هو لما تسمع دلوقتي لما تقرا في التاريخ الشعر العربي يقول لك الشعر الجاهلي كان حاجه، والشعر بعد نزول القران صار حاجه ثانيه، تطور كثيرا جدا. ليه؟ يقول لك عشان شويه سرقوا من 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 البلاغه من القران، وتعلموا من بلاغه القران، فزادت البلاغه عند العرب، فهم عارفين القران ومعاني القران وايات القران وفاهمين القران وفاهمين الالفاظ بتاعه وعارفين بلاغه القران، فاي كلمه تختلط كده غلط ولا كده يعني هم هيعرفوا على طول، يقول لك لا ده مش قران، خلي لك اي ايه كده جرب، لو تجرب وتمكنت من خداع احد يعني هتبقى حاجه غلط، القران معجز. فعمر هو ابن الكلب عشان هو ملعون، كان عاوز ينفي السنه النبويه عشان هو يقول زي ما هو عاوز، وكمان ابتدع في السنه النبويه، الله يلعنك يا عمر على مدى ابتداعك في السنه النبويه. فيقول لك ايه؟ وفي لفظ ابي عمر قال قرظه: فما حدثت بعده حديثا عن رسول الله. الله اكبر. قرظة بن كعب لما سمع عمر بيقول كده قال لك لا أنا ما حدثتش عن رسول الله صلى الله عليه ولا رواية واحدة، فجعل الرواية والأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه تحذف وتموت، ونهى عن كتابة السنة النبوية كمان هو وأبو بكر، وأمروا بحرق الكتب والأوراق التي كانت فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله. تخيلوا يا إخواننا، تخيل واحد يجيب كتاب البخاري بتاعك وكده ولا مسلم يقول لك لا احنا مش عاوزين كده، ويرمي في النار ويحرقه، هتعمل فيه ايه؟ هتقول عنه ايه؟ عمر بن الخطاب وابو بكر اعداء السنه النبويه، اعداء رسول الله، وكانوا يقرأوا رسول الله صلى الله عليه واله. عشان كده بقول لكم يا اخوانا سيبوا ابو بكر وعمر، سيبوا الناس دول واتبعوا النبي صلى الله عليه واله وال بيته مش اعدائه. عندنا اتصال، مين معنا؟ أبو خالد من الشرقية، السلام عليكم يا أبو خالد. أبو خالد سامعني؟ أم خالد، أم خالد العفو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت على الهواء يا أم خالد، وطع صوت التلفزيون. أيوه. لا تمام ماشي، حاضر صوت التلفزيون. طيب أنا مستني. يا أم خالد أنا مستني من نص ساعة وتقولي ألو ألو السلام عليكم. طيب تفضلي، ما تقولي أي عليكم حاجة. عليكم السلام. طيب تفضلي. أي يا فندم أنا معاك على الهوا والله. طيب يا أم خالد أنت على الهوا تفضلي. أي يا فندم أنا سامع الحوار مع حضرتك من بدري، أول مرة أسمعه أصلا يعني. طيب عاوزة تقولي حاجة تسألي؟ ايوه انا عايز اعرف بس ان الرسول قال على سيدنا عمر ابن الخطاب قال عليه انه الفاروق، انه فرق بين الحق والباطل، دي حاجه من الرسول قال عليها. طيب يا ام خالد عندك حاجه تانية؟ ايوه يا فندم. عندك حاجه تانية؟ ايوه عندي، انت لحد دلوقتي ما وضحتش ان سيدنا عمر عمل حاجه وحشه
تسيء للمسلمين على مستوى البشرية كلها. بالعكس ده سيدنا عمر عمل حاجات كويسة في حق البشرية وكان عادل، والرسول شاف في منامه قبل كده ان سرواله من حسناته كان يغطي رجليه ويجرجر على الأرض، دي روايات عن الرسول برضو قالها. والرسول كان برضو قال فيه ان هو خير الرجلين. مش خير الرجلين، اللهم انصر الإسلام بأحد الرجلين، مش خير الرجلين. طيب ماشي، احد الرجلين خير الرجلين، بس برضو شكر الرسول في طيب سيدنا يا عمر. يا أختي يعني الرسول لو شايف ان سيدنا عمر، حاضر. طيب يا أختي يا أم خالد، أنا أقول لك على حاجة. تفضل. أنت إيه رأيك بالشخص الذي يحارب الأحاديث النبوية؟ يقول لك أنا مش عاوز أي حد يتكلم ويقول قال رسول الله وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله قال كده وإحنا نعمل زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله. وهو لما بيجي يتكلم بيقول عليه أفضل الصلاة والسلام. أنت طيب. لما بتيجي تتكلم عن الرسول ما بتكملش الصلاة للآخر. أنا أقول اللهم صل على محمد وآل محمد، أنت تقول لي صلى الله عليه وسلم، أنت تقول لي الصلاة البتراء. طيب سيب الكلام، سيب الموضوع في الصلاة دي، سيب الموضوع ده. أقول لك على حاجة، اسمعي الرواية ديت، اسمعي أنت. اتفضل. طيب أشكرك زاد فضلك. يقول لك روى البيهقي في المدخل، اسمعي، عن عروة بن الزبير أن عمر أراد أن يكتب السنن، قال إحنا عاوزين نكتب السنن والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فاستشار في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فأشاروا عليه أن يكتبها، قالوا لعمر، قالوا ايه فكرة كويسة، نكتب السنة النبوية كلها، إيه رأيك بكلام الصحابة، كويس ولا مش كويس؟ تمام. طيب فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا، عمر فضل شهر كامل يفكر في الموضوع ده، ثم أصبح يوما وقد عزم. خلينا أكمل كلامي يا أختي، خلينا أكمل كلامي يا أختي، يوم خلينا خلينا أكمل. ثم أصبح يوما اسمعيني يا أختي يا أختي يا أختي، خلينا أكمل كلامي. ثم أصبح عمر بن الخطاب يوما وقد عزم الله له، فقال إني كنت أردت أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وكتبوا وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا، فنهى عن كتابة السنة النبوية. ففضلت السنة النبوية مش مكتوبة طوال 77 سنة، 77 سنة يا أختي. يقول لك إيه عشان إيه؟ لا، في ناس كتبوا. هو عرفت الكلام ده إزاي يا عمر؟ أنت شفت النصارى ولا اليهود ولا إيه؟ شفت إيه بالظبط؟ فقال لا أنا شفت ناس كده وأنا مش عاوز. أنا الصحابة كلهم قالوا لعمر لا نكتب السنة النبوية، فقال لك لا أنا عاوز أبتدع زي ما أنا عاوز في السنة النبوية، وابتدع زي ما هو عاوز في السنة النبوية، وزور السنة النبوية وترك السنة النبوية. طيب تفضلي يا أم خالد. أنت لما تحب تنشر يا أم خالد، وطع على صوت التلفزيون أرجوكي. حاضر. أنت لما تحب تنشر موضوع عن سيدنا عمر أو عن غيره ماشي، وتحب تروج مثلا أنه إنسان كويس ولا إنسان سيء، لازم عندك حجة قوية جدا أنك أنت تعرف تتكلم عنه في الحلو والوحش. آه هكلمك بالحلو اللي عند عمر. عمر بن الخطاب مرة، اسمعي، هكلمك عن الحلو بتاع عمر، هكلمك عن الحلو بتاع عمر. ولما تيجي تتكلم مع الناس مش لازم صوتك يبقى أعلى منه، لأن صاحب طيب. الحق صوته واطي مش صوته عالي. طيب هكلمك عن عمر، لا أنا عشان قلبي محروق من عمر بن الخطاب ده. أنا قلبي محروق من عمر، عمر المجرم أجرم بحق السنة النبوية. أنا صوتي عالي عشان محروق من عمر. السنة النبوية ولا حد، انتوا مفضلين علي ابن ابي طالب لانه شيعة وبيحب الشيعة، ده موضوع تاني، لان انتوا بتحبوا الشيعة، بس انت بتحب الشيعة بشكل خاص بيك، احنا بنحب الشيعة ما بنقولش لا. طيب. لكم دينكم، كل واحد ليه دينه، كل واحد ليه عقيدته اللي يؤمن بيها في الدنيا. طيب. بس يؤمن بالحق ويرجع لربنا. اه كويس حاجة. انا لما الدنيا بتعك من حواليا. طيب يا ام خالد، الدنيا كلها بتعك، ارجع. طيب يا اختي، طيب يا طيب يا ام خالد، يا اختي يا ام خالد، اسمعيني. اتفضل. اتفضل. ايه رايك بالشخص الذي يقول عن رسول الله صلى الله عليه واله انه يخرف؟ ايه رايك؟ لا ما حصلش. ما طيب ما هو حصل، عمر الخطاب قال كده في كتاب البخاري. لا ما حصل. طيب ما تراجع يا اختي. شكرا اشكرك على اتصالك، شكرا. راجع يا اختي، ما حصلش. يا عم سيبك من الكلام ده، ما حصلش. راجل البخاري، اقول لك البخاري، طيب 7 مرات ذكرت، الحديث رقم 111،
قال رسول الله صلى الله عليه وآله ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. ورواية تانية الحديث 2825 و2932 و4078 و4079 و5537 و237 و6818 سبع مرات في البخاري، في مسلم ثلاث مرات، في مسند أحمد بن حنبل خمس مرات، في النسائي كمان خمس مرات. يا عمي راجعوا الروايات بتاعتكم بعدين قولوا لا ما حصلش، راجعوا بعدين كلموني. اسمعوا اسمعوا الإجرام بحق السنة النبوية من عمر بن الخطاب. يقول انت محروق كده بتكلم بزعق كده ليه يا عمي؟ انا والله العظيم انا نفسي تعرفوا عمر، لو عرفتوا ان عمر عمل والله هتموتوا من غضعة منه. المجرم ده اجرم بحق السنة النبوية، اكبر شخصية اجرامية اجرمت بحق. اقول لكم على عمر عمل ايه في مصر، اقول لكم على حاجة. الحمار ده عمر عشان يكره كل حاجة علمية حاجة كويسة بس يحب الكتب اليهود. عمرو بن العاص بعت كتاب لعمر بن الخطاب قال له يا عمر في مكتبة في الإسكندرية في مصر كبيرة قوي، دي أكبر مكتبة في الشرق الأوسط في العالم كله أصلا، مكتبة الإسكندرية، فلا أعمل فيها إيه؟ فقال له عمر أنا أقول لك تعمل فيها إيه، لو كانت الكتاب ده يوافق كتاب الله فحسبونا كتاب الله، لو كان لا يوافق كتاب الله ففي كتاب الله غنى عنها. فأمر له فأحرق مكتبة الإسكندرية ست شهور. يا عالم وانتوا تشتموا المغول، ست شهور يحرقوا في مكتبة الإسكندرية، تخيلوا. وأمر بحرق مكتبة تانية، تخيلوا. سعد بن أبي وقاص راح إلى العراق وغزا بلاد فارس فوجد في مكتبة اسمها مكتبة تيسفون. فبعت كتاب لعمر بن الخطاب قال له أنا شفت المكتبة دي، مكتبة كبيرة ضخمة جدا وفيها كتب وعلوم وحاجات كتيرة قوي، نعمل فيها إيه؟ لا يا عم احرق. فحرق ورمى في الأنهر يعني كتب كتيرة قوي. قال له لا احنا حسبونا كتاب الله واحرق يا عم. قال له يشتموا المغول، يا عم ما تشتموا عمر بن الخطاب عشان حرق المكتبات دي، ما تشتم عمر الخطاب. عمر الخطاب كان يكره كل سنة نبوية، عمر الخطاب كان يكره كل كتاب ما عدا كتب اليهود، بيموت في الكتب اليهودية. طيب أقول لكم عن رواية تانية، يقول لك مرة عمر الخطاب الطبري بيقول إيه، يقول لك الطبراني عن إبراهيم عن عبد الرحمن إن عمر حبس ثلاثة، ابن مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري. ليه حبسهم؟ حبس الناس دول ليه؟ قال قد أكثرتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. حبسهم بالمدينة حتى استشهد، حتى قتل. هو يقول لك حتى استشهد في تذكرة الحفاظ المذكور الرواية الموضوع ده ومجمع الزواد وصححه محشى الكتاب أيضا كمان الرواية دي، بأنه عمر كان شديدا في الحديث ونهى عن رواية الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله، نهى عنها نهيا قاطعا، حتى وصل به الأمر أنه أي واحد يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا ما ترويش. وصل به الأمر أنه سمعت مرة أنا قريت أنه ضرب أحدهم بس ما رأيتش الرواية. طيب عندنا اتصال، مين معنا؟ محمود من الجيزة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أستاذ محمود؟ ممدوح عفوا. ايوه يا باش ممدوح الجيزة. ايوه وطع صوت التلفزيون يا ممدوح. ايه وطع صوت التلفزيون واسمعني من التليفون وبس، ارجوك بلاش تغلبني معاك زي ما تفضل. ايوه تفضل. ايوه معاك يا استاذ سيد. الحلقه اللي فاتت حضرتك اتكلمت عن النصارى واليهود صح؟ ده انا اتكلم عن عمر بن الخطاب. يا ممدوح وطع صوت التلفزيون، ابوس ايدك يا ممدوح. يا ممدوح وطع على صوت التلفزيون، وطع على صوت التلفزيون ارجوك بلاش تقول لي ماشي انا وطيت وما وطيتش. يا ممدوح وطع على صوت التلفزيون، ابوس ايدك وطع على صوت التلفزيون. يا استاذ جاي يا استاذ جاي انا معاكم. لا مش معايا. شكرا يا ممدوح، شكرا يا ممدوح، شكرا، اشكرك جدا. يا اخواننا ارجوكوا اي واحد عاوز يتصل بيه يوطع على صوت التلفزيون عشان في فصل زمني 5 ولا 10 ثواني، ما ينفعش كده كل مره اكلمه انا اكلمه بحته ويكلمني بحته ثانيه، ما ينفعش. طيب يقول لك ايه،
كمان أكثر من مرة نهى عن رواية الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة بعث أبو موسى الأشعري إلى العراق فقال له إنك تأتي قوما لهم في مساجدهم دوي كدوي النحل، هم يقروا بالقرآن وكلهم دوي كدوي النحل، فدعهم على ما هم عليه، خليهم كده يقروا القرآن وبس، ولا تشغلهم بالأحاديث وأنا شريكك في ذلك، شريكك في الجريمة. ما تقولهمش قال رسول الله وفعل رسول الله ورسول الله أنا شفته عمل كده ورسول الله أمر كده، لا سيبهم يقروا القرآن وبس، احنا عاوزين قرآن من غير فهم ولا أي حاجة، بس قرآن. هي السنة النبوية توضح القرآن؟ لا، دي في ابن كثير، في تاريخ ابن كثير، ومعروف عن عمر أنه كان ينهى عن الرواية. ويقول لك كمان أن عمر قال لابن مسعود وأبي الدرداء ولأبي ذر ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأحسبه حبسهم بالمدينة حتى أصيب، لحد ما تقتل هو حبسهم في المدينة. قال لهم إيه؟ بتتروا عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إيه ده؟ ما ينفعش، ما حدش يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وحبس مين؟ ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي ذر، أبي ذر الغفاري ذلك الصحابي الجليل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء بأصدق ذي لهجة من أبي ذر، يحبسوا عشان قال رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول لك بأيهم اقتديتم اهتديتم، دلوقتي اقتدي بمين؟ بأبو ذر الذي أمر ب والذي كان يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا بعمر اللي كان ينهى عن روايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يا أخوانا سيبوا عمر ده، سيبوا الراجل ده يا عمي، سيبوه تبروا منه كل يوم، قولوا زي ما أقول أنا، أقول بالصلاة اللهم إني أبرأ إليك وألعن عمر بن الخطاب وأبو بكر بن أبي قحافة وعثمان وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم وقتلة الحسين عليه السلام، أعملوا زي ما أنا أعمل إن شاء الله حتكونوا في الجنة إن شاء الله. مين معنا؟ أحمد من الجيزة، السلام عليكم. أحمد؟ ألو. أيوة أنت على هوا يا أحمد. السلام باشا. الحمد لله، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. أول ما تتكلم تبقى تتكلم كلام معقول، عمر بن الخطاب هو الفاروق رجل محترم، لكن أنتوا ناس مش محترمين، لو أنتوا محترمين تروح تدافعوا عن القدس وعن الناس اللي بتموت وكل ده، لكن أنتوا ناس ما عندكمش دين. طيب أنت عملت القدس إيه يا أحمد؟ ممكن تقول لي أنت عملت القدس إيه؟ قول انت عملت ايه؟ لا طيب انا ما عملت، طيب انا لو فرضنا جدلا انا ما عملتش ولا حاجه للقدس، انت عملت ايه؟ ولا انت هتعمله؟ طيب انت عملت ايه؟ الامه العربيه وبتاعتك عملت ايه؟ عملتوا ايه للقدس؟ تتكلم مش السفاره عندكم في مصر ولا فين؟ في بلد عربي، في بلد شيعي، الاكثريه بتاعته شيعيه، عندها سفاره اسرائيليه؟ في سفاره اسرائيليه في لبنان؟ في سفارة إسرائيلية في العراق؟ في سفارة إسرائيلية في لبنان؟ في إيران؟ لا مفيش. أي بلد فيها أكثرية شيعية مفيش أي سفارة إسرائيلية. كمان أنا مش متخيل في سفارة إسرائيلية في البحرين؟ لا مفيش، أنا لحد دلوقتي مش فاكر إنه في سفارة إسرائيلية في البحرين. أي حتة فيها أكثرية شيعية ما فيهاش أي سفارة للكيان الصهيوني، بس عندكم. ما تقوليش أنتوا عملتوا للقدس إيه؟ أنت عملت للقدس إيه؟ قول لي. أنت عملت للقدس إيه؟ قول لي الأول، بلاش قول لي اسمع. أنا هسمعك بعد ما تقول لي أنت، عملت للقدس إيه يا أحمد؟ احنا ما عملناش عشان إيه؟ عشان أنت من أتباع عمر بن الخطاب، الله يلعن عمر بن الخطاب. متوحت. اشكرك يا احمد، اشكرك على اتصالك، اشكرك على الكلام الوطني بتاعك. عملت القدس ايه؟ انت عملت ايه يا عم؟ يا عم ترامب بيقول ايه؟ يقول انا عندكم في دول الخليج فلوس كتيره قوي، انا عاوز الفلوس دي كلها، فلوسي وفلوس ابويا وانا حر فيها. اديت الفلوس لترامب، قال الكلمه دي عن ما يسمى باسرائيل كيان صهيوني؟ لا، ما يتجرأش ليه؟ ويحلف فيكم كل يوم انا عاوز فلوس منكم. دونالد ترامب، تخيل يا اتباع عمر بن الخطاب يا اتباع ابو بكر، تعمل فيكم ايه؟ يتجرد دونالد ترامب يقول للكيان الصهيوني كلمه واحده؟ لا ما يتجرأش، عشان انتوا ناس. سيبنا عشان انتوا اتباع عمر الذي هرب
في غزوة أحد وقال إني كنت رأيتني أقفز كأني أروى. الله يلعن عمر. أي والله. طيب عمر هو عدو السنة، يقول لي بلاش تتكلم عن عمر، انت عملته ايه يا عم، انت عملت ايه، سيبك من عمر. يقول لك في لفظ جمال الدين الحنفي ان عمر حبس ابا مسعود وابا الدرداء وابا ذر حتى اصيب، وقال ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منكر. يقول لك تتكلم عن رسول الله صلى الله عليه واله ازاي، انا مش عاوز اي روايه عن رسول الله صلى الله عليه واله. يكره النبي صلى الله عليه واله كره، مش عارف كره عمري. الله يلعنك يا عمر على الكره بتاعك. هو عمل لك ايه رسول الله صلى الله عليه واله عشان تكرهه كده؟ انا عارف هو عمل ايه لرسول الله صلى الله عليه واله. رسول الله صلى الله عليه واله نهى عمر عن روايه الكتب، من روايه الاحاديث وما موجود في التوراه اليهوديه المحرفه. هو عمر كان بيموت في التوراه اليهود وفي كتب اليهود. طيب مين معانا؟ أم عبيدة من الدقهلية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش ممكن أطلب بس من حضرتك طلب لو سمحت؟ اتفضلي. معلش ممكن تتكلم بالراحة بس يعني عشان نفهم بس كلام حضرتك يعني. أنا أتكلم عربي والحمد لله يعني، اتفضلي. لا حضرتك بتتكلم بسجالة كده وبسرعة وصوت عالي يعني، ممكن تتكلم بس بالراحة. أعتذر جدا. لا عشان الجماعة بينرفزوني لما. طيب اتفضلي، حاضر. لما تيجي تتكلم عن سيدنا عمر ابن الخطاب تقول سيدنا عمر. الله يلعن عمر الخطاب. الله يلعنك انت ويلعن. الله يلعنك انت. يلا اشكرك جدا، اشكرك. ما تروحي يا اختي، ما تروحي يا اختي، روحي نامي، روحي شوفي عيالك فين. شوفي ممكن يكون العيل هنا ولا هنا. هو يا ام عبيده اقول لك انا دلوقتي في مصيبه. سيدك عمر ده دلوقتي اللي تتبعيه واللي تموتي فيه نهى عن رواية ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله. يا أختي الكريمة، يا أخويا الكريم، أنا دلوقتي متنرفز عشان إيه؟ أنا عشانكو، عشان عمر أجرم بالسنة النبوية. عمر لازم يتلعن كل يوم كل ثانية. ليه؟ نهى عن كتابة الكتاب الذي لن تضل بعده الأمة أبدا، عمر بن الخطاب. موجودة الرواية دي، رجع البخاري ومسلم وأحمد وكل الكتب موجودة دي. قال حسبنا كتاب الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاتوا ورقة وقلم، أنا عاوز أكتب لكم كتاب لن تضلوا بعده الأمة أبدا. عمر قال لا إحنا مش عاوزين الكتاب ده، إحنا مش عاوزين. رسول الله صلى الله عليه وآله غلبه الوجع التعبان ومش فاهم يقول إيه، حسبنا كتاب الله بس، مش عاوزين أي حاجة. فاختلف الناس في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. أصحاب الناس يقولوا منافقين زيه، يقول لك لا مش عاوز، مش عاوزين. صحابي يقول لك يا عمي هبود هات ورقه وقلم، بلاش الهباب ده، هات ورقه وقلم عشان نكتب رسول الله صلى الله عليه واله. لك لا. فلما زاد اللغط بينهم وارتفعت اصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه واله امر بطردهم. قال لهم اطلع برا برا. رسول الله صلى الله عليه واله قمه في الاخلاق يطرد الصحابه. وعندنا الايات وروايات بتقول ما انا بطرد المؤمنين. اللي طردوا من بيت رسول الله صلى الله عليه واله يعني المنافقين. منافقين. منافقين، اولهم عمر، مش منافق وبس، كافر سيدك عمر. عمر بص، ابو هريره يقول لقد حدثتكم باحاديث لو حدثت بها زمن عمر بن الخطاب لضربني عمر بالدره. جامع بيان العلم المصدر. عمر كان عامل رعب في المدينه المنوره، مش عاوز اي واحد يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان يكره رسول الله صلى الله عليه واله. ليه؟ عشان يخلي كعب الاحبار اليهودي يروي في القمله والنمله زي ما هو عاوز. ويقول ايه؟ يقول لك في تفله من رب العالمين خلق منها البحار ومش عارف مين. يا عم هي الدين هقصة كله يا عم. مين معانا؟ محمد من سوهاج، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا محمد. ازيك يا شيخ؟ الله يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله، تفضل يا محمد. طب ممكن انا اتكلم كلمتين بس تسمح لي فيما اقول؟ حاضر يعني. حاضر تكلم. هو الدين الاسلامي عند الشيعه ما فيش غير سب الصحابه. ما فيش. ما فيش، ما فيش. الحاجه الثانيه قول لي، ما فيش. طب يعني. طيب الحاجه الثانيه. الحاجه الثانيه ما فيش تعليم في الدين، صلاه، صوم، زكاه، جهاد، كله ده؟ حاضر هقول لك.
ده عندكم مفيش، عندنا في احاديث رسول الله صلى الله عليه واله، عشان عمر بن الخطاب نهى عن روايه رسول الله صلى الله عليه واله. سيبك دلوقتي من موضوع السب واللعن ده، سيبك من موضوع السب واللعن، سيبك يا كنترول ممكن يعني. طيب سيبك من موضوع السب واللعن عشان اقول لك على حاجه يا محمد. اقول لك على حاجه، انت دلوقتي حديث رسول الله صلى الله عليه واله بتحبه ولا ما بتحبوش؟ عليه الصلاه والسلام من حديث رسول الله. طيب بتحب الروايه تسمع كلام النبي ولا ما بتحبوش؟ مين ما بيسمع، مين ما بحبش يسمع كلام النبي؟ طيب لو في واحد يقول لك لا انا بكره كلام النبي، مش عاوز اي واحد يقول كلام النبي، ايه رايك فيه؟ ها؟ لو في واحد قال انا ما بحبش اي واحد يتكلم ويقول قال رسول الله او فعل رسول الله، ايه رايك فيه؟ ما يتبعش. ايه؟ ما حدش يسمع كلامه. ما حدش يسمع كلامه، طيب تخيل انت دلوقتي سمعت كلامه. عمر بن الخطاب نهى عن الروايه عن رسول الله صلى الله عليه واله، ايه رايك بالكلام ده دلوقتي؟ ايه دليلك؟ دليلي موجود دلوقتي، انا اقرا لك من الكتب، اسمعني يا اخونا. قال قرظة بن كعب، الرواية دي اسمع، في سنن الدارمي وسنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم ها وجامع بيان العلم وتذكرة الحفاظ، راجع الكتب دي. قال قرظة بن كعب لما سيرنا عمر إلى العراق، مشى معنا عمر. قرظة بن كعب قال أنا لما سيرنا عمر الروح للعراق مشى معنا وقال أتدرون لما شيعتكم؟ قالوا نعم مكرمة لنا. عارفين أنا وصلتكم للحتة دي ليه؟ قال عشان تكرمنا. فقال ومع ذلك إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث، مش عاوز أي واحد يروي روايات. وفي لفظ أبي عمر قال قرظة فما حدثت بعده حديثا عن رسول الله. عمر بعد الكلام ده قرظة يقول ما رويتش ولا رواية واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عشان نهي عمر بن الخطاب عن رواية الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله. دلوقتي أنت بتحب عمر ولا ما بتحبوش؟ طب ممكن أسأل سؤال أنا؟ اتفضل. لما قلت عمر منع الروايات حد يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أي رواة أو أي حديث، مين اللي وصلكم الرواية دي؟ ومين اللي وصل الرواية في العراق؟ كلام جميل. اتمنع كل ده. كلام جميل. بص الروايات اتمنعت روايتها وكتابتها طوال 77 سنة من 23 هجرية بعد هلاك عمر لعنه الله إلى حين استلام عمر بن عبد العزيز زمام الأمور في زمن الأمويين، عمر بن عبد العزيز. فلما استلم زمام الأمور فقال إني أخشى أن ينتهي العلم فاكتبوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فكتبوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عشان الروايات كانت تتداول بين الناس سرا وبين بعض الصحابة الذين كانوا يقولون أنا سمعت رسول الله، كان يتجرأ في بعض الأحيان على عمر بن الخطاب زي الإمام علي بن أبي طالب، زي أبو ذر الغفاري، زي عمار بن ياسر، زي الإمامين الحسن والحسين، وكانوا يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله رغما عن أنف عمر. ولكن مع ذلك قد اختفت الكثير من الروايات والخطب لرسول الله صلى الله عليه وآله بسبب عمر بن الخطاب ده. اسمع أبو هريرة بيقول إيه، اسمع أبو هريرة بيقول إيه، ما كنا نستطيع أن نقول قال رسول الله حتى قبض عمر. أبو هريرة بيقول كده، أقول لك أنا مش قادرين لحد ما مات عمر، إحنا مش قادرين نقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله. 10 سنين، تخيل 10 سنين عجاف من حكم الملعون الراجل المجنون ده عمر بن الخطاب. تخيل، وأقول لك عارف عمل إيه عمر بن الخطاب؟ اسمع 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 عمر الخطاب، اسمع ده في مسند أحمد الجزء الثالث. عمر الخطاب أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب من اليهود يعني، فقرأه قالوا اسمع يا رسول الله أنا جبت الكتاب ده، بص دي عن اليهود اسمع ويقرأ، وهو ساب القرآن وساب الحديث النبوي الشريفة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أنت بتشكك بالسنة النبوية ورايح لكتب اليهود؟ والذي نفسي بيده، يقول لك تغير لون رسول الله، قال والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وأنت رايح عند اليهود تتعلم منهم تكتب من كتبهم يا عمر الخطاب؟ كان
بيموت في كتب اليهود. فأنا يا أخونا أقول لك على حاجة، سيب عمر بن الخطاب واتبع السنة النبوية، اتبع علي بن أبي طالب. طب ما سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه عليه السلام لما رواش ليه على النبي صلى الله عليه وسلم حديث؟ علي بن ابي طالب روى عن النبي صلى الله عليه واله اكثر من مره، وعنده اكثر من روايه. علي بن ابي طالب موجوده في كتبنا وفي كتبكم كمان، موجوده موجوده في موقع عالم البحار في الكلامي. في ايه؟ الكلامي بتاع الكلامي موقع البحار ديت عندكم في الشيعه. اه بحار الانوار، اه للمجلسي. اه مالها؟ بين النبي وبين الرواة المجلسي كم سنة؟ كم سنة ايه؟ انت بتتكلم عن ايه يا احمد؟ انا على الاحاديث اللي رويها المجلسي والكلاني في عالم البحار. اه رويتها مش عالم البحار، بحار الانوار. عالم البحار ده برنامج وثائقي. اه بحار الانوار، بحار طيب. الانوار طيب المسافة بينها وبين البحث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي نفس المسافة بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه واله. أشكرك يا محمد. أشكرك يا محمد، أشكرك. ما هي نفس المسافة بين البخاري ومسلم ومش عارف أحمد ومش عارف بتنجاني والحاكم النيسابوري، كلهم نفس المسافة. يا عم يا أحمد أنا نفسي واحد يكلمني كلام علمي، نفسي مرة واحدة يتصل بيا ويكلمني شخص بكلام علمي، نفسي. طيب يقول لك كمان ايه، عمر نهى عن 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 الروايه عن رسول الله صلى الله عليه واله. ومره عمر الخطاب ضرب ابا هريره اللي بتسموه الراوي اللي ما فيش احسن منه، ضربه بالدره وقال له قد اكثرت من الروايه وحر بك ان تكون كاذبا على رسول الله صلى الله عليه واله. يعني هو بالفعل كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه واله. و طيب هو دلوقتي الكلام ده هل يجوز منع كتابة السنة النبوية وتدوينها؟ ليه عامل كده عمر؟ هل رسول الله صلى الله عليه وآله هم بيقولوا لا ده صحابي عشان عارف السنة وعارف كل حاجة وهو فاهم وكان مع النبي كل مرة؟ هو ما كانش مع النبي، كان يسكن في أرض العوالي عند اليهود، وكل مرة يروح عند اليهود واليهود يعلموا، يقول لك تعال يا عمر تعال نعلمك بالتوراة بتاعتنا، ويتعلم عندهم ويتعلم. وكان أبو بكر كان يرقي بنته عائشة بالتوراة المحرفة، تخيلوا إخواننا. ف كنترول سامعني؟ اه طيب. فكانوا مغرمين باليهود وكتب اليهود. اسمعني بس، انا اثناء تجهيز البرنامج كنت قلت اشوف هل نهى رسول الله صلى الله عليه واله عن تدوين الروايه ولا لا، عشان هم بيقولوا كذبا وزورا عن رسول الله صلى الله عليه واله. يروا روايه واحده بائسه عن مسلم يقول لك لا رسول الله صلى الله عليه واله نهى عن تدوين الروايه. ايه ده؟ طيب الكلام ده معقول؟ اه شوف، أخرج البخاري عن أبي هريرة قال ما من أصحاب النبي أحد أكثر حديثا عنه مني، أنا ما فيش حد زيي، مع أنه هو عاشر النبي سنتين ولا سنة واحدة، فروى 5000 حديث. حتى مرة من مرات قال كلمة قالوا له يا أبو هريرة أنت جبت الكلام ده النبي قاله كده؟ لا لا دي من كيس أبو هريرة، واحد كذاب. فهو يقول ما فيش حد أكثر رواية مني أنا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب رواية. يعني كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله يكتب الرواية، ها عبد الله بن عمرو أو ممكن يكون بن عمر، آه فهو كان يكتب الرواية وأنا ما أكتبش رواية. ده رقم الرواية 113 في صحيح البخاري كتاب العلم. والترمذي قال عن أبي هريرة قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله فيسمع من النبي الحديث فيعجبه ولا يحفظه. فكان كل مرة يقعد عند النبي صلى الله عليه وآله فيسمع الحديث والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، تعجبه الرواية دي بس هو مش حافظ، يعني عشان عنده مشكلة في الحفظة بتاعته. فشكى ذلك إلى النبي قال يا رسول الله صلى الله، يا رسول الله أنا ما احفظش الرواية عنك، يعني عامل إيه؟ فقال يا رسول الله إني أسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله استعن بيمينك وأومأ بيده إلى الخط. لو استعمل يمينك كده اكتب، ما تكتب أي حاجة. رسول الله صلى الله عليه وآله بيقول قيدوا العلم بالكتاب أو بالكتابة. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أي علم أي رواية أي حاجة عاوز تقيدها بالكتابة. عمر بن الخطاب لا، كان يكره كل كتاب كل ورقة بس كتب اليهود بيموت فيها.
هو مرة زهراء سلام الله عليها جابت ورقة كده أدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله تثبت فيها أن أرض فدك ليا أنا. فمسكها عمر بن الخطاب فبصق بها ومزقها وداسها برجليه فقالت الزهراء بقر الله بطنك كما بقرت كتابي يا عمر بن الخطاب. الله يلعنك يا عمر عملت كده فيها ليه؟ ومرة عمر بن الخطاب تخيله في واحد جه لعمر وقال له يا عمر أنا مسؤول عن الصدقات بتاعة القوم بتاعي فلو في عندك اي حاجه لا انت كتاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسك كتاب رسول الله صلى الله عليه واله ومزقه وقال هذا ملك انصرف او قال هذا ملك انصرف. تخيلوا كميه الاجرام. يعني واحد يجيب لك يقول لك يا اخونا دي رساله عن من رسول الله صلى الله عليه واله تعمل فيها ايه؟ تبوسها وتخليها على جبينك تقول كتاب رسول الله صلى الله عليه واله ذكرى من رسول الله صلى الله عليه واله. يا ناس عمر كان أكثر الناس كرها لرسول الله. مرة عمر بن الخطاب كان يمشي رايح للحاج فشاف في الطريق ناس قاعدين جنب شجرة ويصلوا. قال عملتوا تعملوا إيه يا مجانين أنتوا؟ قالوا إحنا ده مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وإحنا نقعد جنبه نتبرك بيه ونصلي. قال يا عم النبي صلى الله عليه وآله حضرة الصلاة هنا فقام صلى. تعملوا الكلام ده اقطعوا الشجر وما فيش حد يصلي هنا كمان. بس لما راح لفلسطين للقدس لبيت المقدس سأل كعب الأحبار فين صلى النبي داود ولا مش عارف أي نبي فين صلى النبي فلان فين صلى النبي فلان. فاليهودي ده قال له صلى هنا. فقال أنا وصلت تبركا بذلك النبي هنا. راجل كمية إجرام وكره للسنة النبوية مش مسلم أصلا يهودي. عمر بن الخطاب كان عاشقا اليهود. وحجيبكم حجيب أنا معاكم أنا معاكم لحد ما تسيب عمر بن الخطاب. مين معانا؟ أبو الحسين من المنوفية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا حاج فايز؟ الله يخليك الحمد لله بخير. ندعي لك الحي العظيم ان انا عندي حي ولد اسمه الحسين والحسن وفاطمة ما شاء الله يربوا بعزك ودلالك ان شاء الله. صل على النبي يا رب. اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم. انت بتتحدث كتير قوي في موضوع عمر بن الخطاب وبتلعن ابو بكر وعمر وبتلعن جميع الناس اللي هم اهل السنه. لا والله ما لعنتش جميع الناس انا بلعن عمر بن الخطاب وبكر وبس. طيب ماشي. عمر بن الخطاب انت بتتكلم قوي بتتكلم في موضوع رديه الخميس ورديه الخميس دي بتتكلم فيها كتير قوي. بتسمعني انت بتلاحق على طول احب يكلمك لما انت بتتكلم كتير. اسمعني عشان هنا حضورين ده وقعدت بتتكلم. حاضر اتفضل. ماشي ماشي. انت بتتكلم كتير قوي في موضوع رديه الخميس. رديه الخميس يا سيد الفاضل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى يوم الاثنين. سيد هو فقط قال اللي قاله يوم الخميس اللي هو الروايه اللي قالها ابن عباس. طب يوم الجمعه والسبت سيدنا رسول الله نفس الكتاب بين سيدنا علي. طب سيدنا علي ال 10 سنين بتاعت سيدنا عمر دول او بلاش يعني الفتره دي كلها 11 سنه او الفتره بتاعت سيدنا عمر كان فين سيدنا علي في بلد ثاني جسور برضه. ممكن اتكلم؟ وبعدين عثمان جه بعديه كان في دي 6 شهور 6 شهور سيدنا علي بن ابي طالب ليه ما اداش حجته ال6 شهور ونسج الخلافه بعد سيدنا عمر؟ ليه سيدنا عثمان نسج الخلافه؟ خلينا يا سيدنا الفاضل سيدنا عمر كان دي ثوابت الدين الاول الدين بتاعنا كان لسه جديد. انت عمال تتحدث على موضوع السنه سيدنا عمر خاف يختلط القران بالسنه فلذلك هو لذلك سيدنا عمر قال ايه؟ عليكم بكتاب الله. انت دلوقتي يا سيد الفاضل عمال تجيب كلمه من الشرق وكلمه من الغرب الدين نصيحه في الدين بتاعنا دين الاسلام يا سيد الفاضل. سيبك من الكلام ده سيبك من الكلام الوطني انا ما بحبوش. كلمني بصلب الموضوع انا كلمتك لحد دلوقتي ما تكلمنيش الدين نصيحه واحنا الامه العربيه واحنا امه عربيه واحده ذات رساله خالده بلاش الكلام ده. كلمني بصلب الموضوع اتفضل. ماشي ماشي ماشي. ما احبش كلام القاده العرب انا انا اكره حاجه عندي في حياتي القاده العرب والسياسيين كلهم زباله. ما احبش اي واحد يتكلم معايا زي القاده العرب. اتفضل يا سيدي يا سيدي ساكت الخطب انا هكلمك اسمعني يا رجل
بتاعتك اسمعني. طب اسمعني. صلى على النبي. اللهم صل على النبي. دلوقتي انت عمر بن عثمان انت ماسك سيدنا عثمان وابو بكر عمال تشتم فيهم يعني عمال تلعب فيهم. يا سيدي ماشي. طب سيدنا علي بن ابي طالب لما مسك الحكم لما مسك الحكم في الاربع سنين اللي مسكهم ليه ما كتبش السنه؟ ليه سيدنا الحسن لما مسك بعد سيدنا علي ما كتبش السنه؟ ليه بعدين بعد سيدنا الحسن سيدنا علي بن عبد العزيز ليه لسه عشانيه كلهم يا اخي يا اخي فاضل ليه لسه ما كتبوش السنه وابعثوها لنا؟ قلت ليه بتخلصوا الوقت بتخلصوا بتكذب انت بتدلك الناس يا طيب انت بتدلك على البشر. خلصت الكلام بتاعك يا ابو حسين؟ انت عارف القمه ومش عارف فين انت اصلا. خلصت الكلام بتاعك؟ انت بتتعلم في الحته. طيب. أي مكان بتعلم فيه. طيب اشكرك جدا على اتصالك. اشكرك جدا يا ابو حسين. اسمع يا ابو حسين، انت قلت النبي صلى الله عليه واله لما قال اكتبوا هاتوا الكتاب في رزيت يوم الخميس. طيب يوم الخميس ما كتبش، ما يكتب الجمعه، ما يكتب السبت، ما يكتب الاحد، ما يكتب يوم الاثنين. طيب والله سؤال وجيه ومحرج يعني، حرجتني بصراحه يا الله العظيم. ده انتوا ناس الله يلعن عمر. اسمع يا اخونا، رسول الله صلى الله عليه واله بعد ان طرد الزباله دول اللي كانوا موجودين من ضمنهم عمر في رزيتهم الخميس، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه واله طيب نجيب لك دوات وقلم عشان تكتب الكتاب بتاعك. قال بعد الذي جرى. يعني بعد ايه؟ لو كتب رسول الله صلى الله عليه واله الكتاب بتاع يوم الخميس كتب، فكتب يوم الجمعه وقال لجماعه يا جماعه نفس الهلم الزباله دول بتاعت ابو بكر وعمر وقاعدين، قالوا يلا انا عاوز اكتب الكتاب، فهيقولوا ايه؟ يقول لك نفس الكلام، يقول لك لا حسبنا كتاب الله والرجل غلبه الوجع. اسمعوا، طيب لو رسول الله صلى الله عليه غصبهم وكتب هذا الكتاب هيعمل ايه عمر وابو بكر وشله المنافقين الزباله الموجودين حوالين رسول الله صلى الله عليه واله؟ هيقولوا احنا مش عاوزين الكتاب ده، عشان رسول الله صلى الله عليه واله في الايام دي كان مريض ومش فاهم هو بيقول ايه ومش واعي بكلامه، مش في وعيه يعني، واحنا مش عاوزين الكتاب ده. يعني هيسيبوا السنه النبويه. ورسول الله صلى الله عليه واله، شوف حكمه رسول الله صلى الله عليه واله، تعمد عدم كتابه الكتاب ده. عارفين ليه؟ عشان ممكن أبو بكر وعمر وعثمان وشلة الزبال المنافقين يحذفوا القرآن كله. يقول لك الآية دي السورة دي مش عجبانة، دي ممكن كان النبي فيها مريض ولا في حاجة ولا في غلبه الوجع، احنا مش عاوزين. حذف 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 أي آية مش عجبانة هيمسحوها من القرآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأ، طيب ما نكتبش احنا عشان لا ينحرف القرآن والسنة النبوية، حرفوه الناس دول بهايم كلهم، وعشان ألقي عليهم الحجة. احنا الحجة هي موجودة، هم عارفين انه علي بن في يوم الخميس كان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يريد ان يقول انا اوصيكم بعلي بن ابي طالب هو خليفتي من بعدي، أنا وصيت 580 مليون مرة في علي بن أبي طالب، ووصي آخر يوم في علي بن أبي طالب. عمر نهى عن الكتاب الذي لن تضل بعده الأمة أبدا. طيب أنا أقول لك على حاجة، أنا دلوقتي عجبتني يا أبو حسين، أقول لك على حاجة، أنت بدل ما تدين رسول الله صلى الله عليه وآله وتقول ليه ما كتبش الكتاب ده، ما تشتمش عمر ليه؟ ليه منع عمر الخطاب كتابة الكتاب؟ الله يلعنك يا عمر. بدل ما تقول يا عمر الخطاب انت منعت كتابة الكتاب ده ليه؟ الله يلعنك يا عمر. تقول ليه رسول الله ما كتبش يوم الجمعة؟ وانت بتتدخل في مزاج رسول الله صلى الله عليه واله؟ انت مالك يا اخونا؟ انت خلي يكون موضوعك في عمر الخطاب. لماذا منع عمر الخطاب كتابة كتاب رسول الله صلى الله عليه واله؟ ليه ما كتبش الجمعة؟ ليه ما كتبش السبت؟ ايه الكلام ده؟ والله يا يقول انت بتتنرفز ليه؟ يا عمي ما تنرفزش ليه؟ عشان عمر انسان مجرم. أجرم بحق السنة النبوية ورسول الله، وأجرم بحقي وحقك يا أخونا. مصر أغني في بلد في العالم، والأمة العربية أغنى ناس في العالم. دلوقتي إحنا فيهم واحد مجنون زي ترامب ويقول أنا عاوز فلوس هاتولي، وأنتوا ساكتين زي البهايم. وقلت أشتم يا عم، أنا أشتم القادة العرب؟ أنا ما أشتمش الناس المغلوبة على أمرهم. الله يلعن السيسي ويلعن محمد بن سلمان ويلعن مين؟ بشار الأسد
ويلعن محمود عباس ويلعن بوتفليقة ويلعن زعماء العرب كلهم على زعماء الدول ويلعن خامنئي كمان اللي ودونا في 60 نيلة. والستين نيلة دي كلها بسبب عمر الخطاب. والله لو كان عمر الخطاب الملعون ده ما منعش رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتابة الكتاب ده الذي لن تضل بعده الأمة أبدا. دلوقتي احنا أمة في غاية التقدم والتطور التكنولوجي والعسكري، محدش يفتح بقه ويقول لنا حاجة بسبب عمر الخطاب. يقول لي عمر كان الدين جديدا وهو خاف يختلط القرآن بسنة. الله يخرب بيوتكم، والله العظيم الله يخرب بيوتكم على الكلام ده. عمر حريص على الـ على الـ على الدين الإسلامي أكتر من رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب ما نهاش رسول الله صلى الله عليه وآله عن رواية رسول عن الرواية عنه ليه؟ عمر اللي فطن وصار ذكي وأمر بعدم كتابة الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أنت بتجيب الكلام ده منين يا أخونا؟ وكمان لو قلت الكلام يا أبو حسين، اسمعني يا أبو حسين، ارحم نفسك وارحموني، ارحموني يا ناس. بتقول لي عمر كان الدين جديد وهو كان حريص على القرآن عشان ما تختلطش السنة بالقرآن. يا ناس يا ناس ارحمونا، ده يبقى القرآن مش معجز، مش كلام الله. لو كان الكلام ده لو اختلط فيه الحديث النبوي في القرآن يعني مش قرآن ولا إعجاز ولا مش من ربنا ولا حاجة. يا عم كلام رسول الله صلى الله عليه وآله واضح زي الشمس، والقرآن واضح زي الشمس، واضح يعني ده قرآن معجز عن الله عز وجل، وده كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني في فرق واضح في البلاغة، في الأسلوب، في أي حاجة. أي إنسان دلوقتي يقرأ قرآن، اقرأ القرآن مرة أو مرتين وبعدين يعرضوا لك رواية يقول لك لا دي آية من القرآن الكريم، تقول فورا في نفس الثانية. مثلا في عندنا رواية بنقول النظافة من الإيمان. دلوقتي لو واحد قال لك دي آية تقول له إيه؟ تقول له لا يا حمار، عشان دي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لو واحد قال لك دي آية تقول له لا، ده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الحديث واضح يا أخوانا، بلاش تقول لي لا عشان عمر ده لو عمر قال الكلام ده يعني حمار ابن حمار، مع أنه حمار ابن حمار. يقول لي علي إيه قال كي علي لم يكتب السنة، ولماذا لم يكتب الحسن السنة؟ علي بن أبي طالب كتب السنة والكتب كان يقر بها، بس ما كانش يكتب الكتب وتأليفاته. لا أقول لك على حاجة، كتب تفسير للقرآن الكريم وكتب اللي اسمه مصحف فاتن تفسير القرآن الكريم، وفيه روايات وحديث وفيه أمور كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين جاب الكتاب ده فرفضه أبو بكر وعمر وعثمان وشلة الزبالة اللي يسموه صحابة، فتسابهم في حالهم. كمان لو علي بن أبي طالب كتب الكتاب ده هيعملوا إيه؟ هيتبعوه. لو كانوا يتبعوه لما حاربته عائشة، ولا ما حاربه أبناء النهروان، ولا ما حاربه معاوية. يا عم هو استلم الخلافة 4 سنين، عملوا في العمايل كل يوم حرب. أول حرب أهلية جرت بين المسلمين بسببها عائشة في حرب الجمل، الله يلعنها على أبوها. وبعدين حرب الصفين بتاعت معاوية، ما خلوش الإمام علي يتنفس براحته. مين معانا؟ عمرو من كفر الشيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. عاوز بس مداخلة بسيطة. انتوا القضية بتاعكم عادلة، بس التقديم ليها فيه شوية قصور، اسمح لي. وخلي بالك المصريين حصل بينهم انقطاع وبين أهل البيت شوية. مش عاوز انقطاع بين المتواطر عن أهل البيت. فأرجو بس لما تتكلم عن المصريين حطوا النقطة دي في بالكم. المصريين أكتر شعب بيحبوا أهل البيت. كويس؟ بس في قصور عندهم شوية. عارف المصريين عندهم قصور شوية. ذكر المصريين بحديث الرسول صلى الله عليه وآله، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وعترته وعترتي أهل بيتي. مظبوط؟ مظبوط، كلام جميل. لأن الحديث الثاني كتاب الله وسنتي طبعا دي رواية مشكوك فيها.
او غير صحيح. ضعيف. كويس. المصريين بيحبوا اهل البيت و يعني مش عايز اقول بيقدسوهم بس بيحطوهم موضع التقديس، وعاوزين وفي انقراض حصل فعاوزين شويه لغه هاديه شويه، مش عايزين ايه تكلم الناس بالطريقه اللي تجذب الناس. حاول تجذب المصريين، حاول تكسب المصريين في صفك. فالمصريين بس ايه ممكن يبقى عندهم ايه شويه لخبطه شويه لانهم في انقطاع بسبب الانقطاع اللي حصل. فعاوزين كلام هادي وركز على الحاجات اللي تكسب بيها المصريين في صفك. خلي بالك المصريين دلوقتي في حال كور جديد للسلفيين واشباههم والاخوان واشباههم، وانا في رايي ان المصريين لو رجعوا لاهل البيت فاهمين ده؟ هيبقى في الخلاص للمصريين من احوالهم التعبانيه. الله يكون في عونهم. حاولوا بص هقول لك حاجه، يعني انا في رايي يعني حتى ما تستخدمش اللعن المباشر، يعني ايه؟ يعني لو انا بتكلم على المصريين انت بتكلم مواجه المصريين، فاستخدم صيغه اللهم العن من عاد اهل بيت الرسول، كويس، وانصر من ناصر اهل بيت الرسول. صيغه حلوه وواصله ومن غير تحديد اسماء، لانك دلوقتي في مرحله عاوز تكسب ناس مش عاوز تخسر ناس. تمام، ده اخر كلامي، اختار ده كلام واحد من سلالة اهل البيت. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسلم. صلى الله عليه وآله. أشكرك جدا، أشكرك جدا يا عم. يا عمرو بص يا أخونا، أنا أحب أكون صريح في كلامي، مش كلام مورب ولا كلام مؤول ولا كلام يحتمل تأويل، أنا عاوز أكون صريح. كل من عادى رسول الله صلى الله عليه وآله وآل بيت الأطهار عليهم السلام فلعنة الله عليه. أي فرد دلوقتي تتلعن مين على مين؟ أنا لازم أكون صريح معاهم مع المشاهدين، أنا مش عاوز أخدع أي مشاهد. أنا بلعن عمر بن الخطاب جهارا نهارا، ولعن أبو بكر جهارا نهارا، ولعن عائشة جهارا نهارا، عشان ما هيجيش حد ويقول لي لا أنتوا تشتموا الصحابة ولا ما تشتموش الصحابة وتلعنوهم ليه ومش عارف. أنا أقول له لا، أنا ألعنهم عشان الكلام ده اللي بقوله لك. أنا بقول دلوقتي أن عمر بن الخطاب نهى عن تدوين السنة النبوية ومنع الناس من تدوين السنة النبوية، في حين أنه كان هو بذات نفسه يكتب كتل من التوراة المزيفة المحرفة بتاعت اليهود ويروح يتتلمذ عند اليهود ويدرس عندهم. تخيل سايب النبي صلى الله عليه وآله، سايب المدينة المنورة ويسكن في أرض في حتة اسمها العوالي، فهو يقول أنا كنت مرة في العوالي أنا وواحد من أصحاب النبي، فهو يروح يوم للمدينة المنورة يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله ويصلي وراه وأنا أروح يوم. ليه أنت سبت المدينة المنورة وسبت جوار رسول الله صلى الله عليه وآله ورحت سكنت في العوالي؟ عشان العوالي أرض كان يسكنها اليهود، وكان اليهود بيحبوه لعمر. تخيل يا أخونا عمر بن الخطاب كان يهود. أنا هجيب لكم إن شاء الله في الحلقة الجاية ممكن لو أحيانا الله عز وجل، كان بيقول إحنا بنحبك وإنت بتحبنا، إنت أحسن من صحابك، أصحابك اللي هم ما يجوش عندنا ويتعلموا، وتعال يا عمر عاوز إيه سورة يوسف أو عاوز قصة يوسف من كتاب التوراة، هات تعال نجيب لك. وكان يعلموه وسايب النبي صلى الله عليه وآله، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم عمر الخطاب. مرة سئل عن إيه؟ عن الكلالة. فكان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أي الكلالة؟ فرسول الله صلى الله عليه وضح لعمر أي الكلالة. مرة تانية وثالثة ورابعة وعشرة وخمسين ومية، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أنا حعلمك مئة مرة كمان وحتبقى أحمر يا عمر ومش فاهم ومش حتفهمها. فلما استشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا نفسي أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلالة، أنا ما فهمتش الكلالة إيه. عشان إيه؟ عشان هو تركيزه مع اليهود، عشان يدرس عند اليهود. نعمل له إيه؟ مين معنا؟ محمد من الإسكندرية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل يا محمد. أنا بس عايز أسعد صدر حضرتك. إن شاء الله.
طبعا اول حاجه انا مقدر فعلا يعني ان في ناس لما بتيجي تتكلم بتخلي حاجه تخرج عن شعورك وتتنرفز وتتضايق، فاحنا نلتمس لهم العذر برضه، لان الناس ديت يعني احنا مش بنتكلم في سنه او اتنين او 100 او 200، ناس بقى مئات الاف السنين بنتداول احاديث ونتداول مرويات و و و و تمام. انا لا اقدر اعيد في عمر ولا اقدر اشكك فيه ولا اقدر اصدقه لاني ما حضرتهوش تمام. ولو حاجه اتكلم على المرويات يعني في منها صحيح وفي منها انا مش بكذب حضرتك ولا بنصف حضرتك عشان ابقى صريح تمام. انا كل اللي عايز اقوله ان احنا ايماننا راسخ ويقيني بكل حرف وكل كلمه قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام. ولكن ما ينفعش يكون ايماني مطلق بكل ما نقل عن النبي، على اساس ان حتى اهل الحديث انفسهم يعني قالوا في تصنيفات على ما نقل عن سيدنا محمد ما بين الحسن والضعيف والمجذوب والمدسوس تمام. فانا كل اللي بترجاه من حضرتك لما هنيجي مثلا نتكلم عن شخص زي عمر، عمر هو شخصيه محببه جدا عند المصريين تمام. فانا لما اجي اسمع حضرتك لعن الله عمر لعن الله عمر، هو ممكن عارف انت عندك حقيقه عايز توصلها للناس، بس انا بتكلم حد يعني مثلا انا بيجي حد يجي يشتم ابني مره واثنين وثلاثه واربعه، طبيعي هتضايق منه ومش هبقى عايز اسمع له حتى لو اللي بيقوله صح تمام. فانا برضو بطلب من حضرتك بس هو ايه تكون ساعد صدر حضرتك للناس ان احنا نوصل لهم المعلومه تمام. لان المرويات مهما هنقعد هنختلف فيها، لان مشكلتنا ان احنا قدسنا بنقدس الناس تمام، ادي قديما وحديثا، فالحقيقه هتوه. ما ينفعش اقول انتوا وحضرتك تقول احنا، لا احنا كلنا مسلمين تمام. في الاول وفي الاخر عندنا مبدا ثابت هو القران الكريم اللي احنا بنمشي عليه، وانا اسف للاطاره وان انا مش بعدل عليك ولا بطلع، بس الفكره ايه ان احنا نتمالك اعصابنا شويه. المصريين عموما زي ما قلت لك يا اخونا محمد، بص انا بص لما انت تكلمني مثلا او زي اخونا اللي اتصل قبل شويه اللي اسمه عمرو يعني بيريحوني خالص لما يتكلموا معايا، ففيني اتجاوب معاهم، يتكلموا كل اريحيه ويتكلموا انسان عاقل فاهم يفهم الكلام اللي بيقوله، ولو كان عاوز يرد ويرده بطريقه علميه. لو واحد يتكلم وما يردش بطريقه علميه يعني بصراحه انا بتنرفز. انا بص اقول لك على حاجه، انا دلوقتي اكتر من 20 سنه بسكن خارج الوطن العربي، انا دلوقتي في اوروبا، تنقلت بين سويسرا والمانيا وبريطانيا هنا دلوقتي، فشفت السياسيين الاوروبيين يتكلموا ازاي وبلدانهم متطوره ازاي ومتقدمه، فشفت اهم حاجه يعملوها هي ايه؟ في لغه حوار. لا قبل لغه الحوار ما عندهمش لغه العرب بتاعنا والقاده العرب بتاعنا. انا بحب مصر وبموت في مصر، واي واحد هيمس مصر هقطع ايده، وكل اللي حواليه فاسدين على حراميه على شله بلطجيه. يا عم بلاش، انا بكره الخطابات السياسيه الحزبيه الوطنيه البتنجانيه دي، احنا امه عربيه واحده ومش عارف مين. لا انا بكره، انا اي واحد يكلمني بالكلام ده، خلينا اكمل كلامي يا محمد، اي واحد يكلمني الكلام ده بتنرفز على طول، افتكر الرؤساء العرب على طول، وانا اكره اي زعيم عربي ومسلم دلوقتي. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، يا أخونا يا محمد، بص في عندنا دلوقتي روايات متواترة وكثيرة ومستفيضة. بص لو جالك حد وقال لك، لو لا سمح الله عفوا يعني اعتذر عن الموضوع ده، قال لك ابنك حرامي ويسرق، أول واحد ممكن تقول له لا عيب عليك الكلام ده، أنا ابني ربيته أحسن تربية. تاني واحد تقول له لا كمان عيب عليك الكلام ده. تالت واحد تبقى تقول لأ انا عاوز اتحقق من الموضوع. رابع واحد، خامس واحد، سادس، عاشر واحد، وكلهم سقاط عندك، هتبقى تمسك ابنك تقول له انت عملت ايه؟ اقول لك لا ما عملتش اي ولا حاجه، انا انسان مؤمن ومش عارف ايه. اقول لك 10 انفار قالوا لي الكلام ده كلهم يكذبوا وانت لوحدك صحيح؟ لا. قول لي دلوقتي انا قلت ايه؟ عمر بن الخطاب كان يكره السنة النبوية، وكان أول أو عنده أكبر جريمة تجاه السنة النبوية. رسول الله صلى الله عليه وآله أمر وقال
إن آتوني كتابا بدوات وقرطاس أكتب كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. آخر لحظات عمر الخطاب نهى قال لا إحنا مش عاوزين, إحنا سيبوا, إحنا عندنا كتاب الله, مش عاوزين الكتاب الذي لن تضلوا بعده الأمة أبدا. طيب أنت دلوقتي تقول لي ما تتنرفزش, والله العظيم أنا لما أفتكر الكلام ده والله نفسي عيط. تخيل دلوقتي إحنا واحد مجنون زي ترامب يحلب بالأمة الإسلامية حلب واخد منهم مليارات الفلوس ويصرفها على اليهود اللي في على الصهاينة الموجودين في ما يسمى بإسرائيل, يصرفها هناك ويديهم معونة ومش عارف مين وغواصات وسلاح وسلاح نووي. طيب ليه؟ عشان عمر الخطاب عمل الحاجة دي, بقينا في ضلال وحروب فيما بعضينا ومشاكل وطحنين في بعض, ما فيش أي تقدم لا تكنولوجي ولا عسكري ولا اقتصادي, مع أنه إحنا أقول لك على حاجة بص, أوروبا دي أوروبا دلوقتي ما فيها الشمس, ما عندهمش الشمس, ما عندهمش, كله غيوم ومطر ومش عارف مين, ما عندهمش. إحنا أرض بتاعنا أرض خير, العراق, مصر, أرض الحجاز, سوريا, فلسطين, لبنان, الجزائر, أرض كلها لو إحنا عشنا على الزراعة وبس هنعيش أفضل اقتصاد في العالم على الزراعة وبس. سيبك من الثروات الطبيعية والأنهر والسياحة الدينية والسياحة من كل النواحي, بس أقول لك إحنا دلوقتي بنعيش في قمة الضلال والانهيار بسبب عمر ومنعه لتداول السنة النبوية. دلوقتي أنا أسألك سؤال يا محمد, عمر هل يستحق التبري منه بسبب أنه منع كتابة السنة النبوية ولا ما يستحقش؟ طيب انا هرد على سؤال حضرتك, مش هداري عليه, انا هرد على سؤال حضرتك تمام. لكن انا بتكلم ايه, انا النهارده لما اكون قاعد في مصر تمام واجي اقرا حديث مغلوط عن النبي تمام صلى الله عليه واله وكم من الاحاديث الخاطئه تمام, الاحاديث ديت بناء على تمام مناهج بتدرس بقالها مئات السنين تمام, فعلى عشان انا اجي النهارده اقول لا عمر فلان معاويه زيد, طب معاويه عمل وابنه عمل وده عمل تمام, علشان اطلع الحقيقه دي للناس واخليهم يصدقوها لازم اطلعها واحده واحده, لاني بحارب فكر بقاله الاف السنين بين الناس تمام. فلما اجي اطلع فجاه انا بحب عمر ولا يا حقيقة انت بتشتمه وده بيقول على كذا وكذا وكذا ومنع السنه, وانا طبيعي مش هصدقك ليه, لان مترسخ ابا عن جد تمام جوايا ان في كذا كذا كذا. انا كله عايز اوصله لحضرتك عشان ما اطولش عليكم على الناس برضو, ان احنا ايه نحاول نوصل لو في معلومه عن كذا نبينها باكتر من شكل باكتر من طريقه ايه يعني, وان كنت فاضل غير القدره. طيب يا محمد انت دلوقتي ما ساعدتنيش في الموضوع بتاعي, انا سالتك هل عمر اخطا في موضوع عدم كتابه السنه النبويه؟ جاوبني بصراحه, قول لي قول لي لا. دلوقتي انا ما فهمتش منك يعني ولا حاجه. هقول لك انا بحب الصراحه يعني. جدا انا عاوزك تكون زي الاوروبيين. انا صريح طيب. انا صريح تمام, يعني لما جي قريت عن معاويه وعن يزيد تمام وتيجي تقول لي رايك فيهم ايه, اقول لك لا خطا تمام, لكن ما تمعنتش جدا في دراسه شخصيه عمر تمام. قريت سلبيات وقريت ايجابيات تمام, لكن لسه ما حطيت جوايا مش اليقين الداخلي ان انا اقول عنه اذا كان صح او اذا كان خطا, لسه ما وصلتش لده تمام. بتابع وبدرس على قد ما اقدر, والدليل ان انا بسمع حضرتك الحلقه من اولها ومش متعصب ومش متضايق من كلامك انت فاهم تمام. لكن ايه اللي انا كل عايز اوصله ان احنا لما نوصل المعلومه للناس على قدر الامكان ان احنا ايه يعني نحاول نمسح عشان يبقى في تواصل, بدل ما يبقى في نفور ان انا ما اسمعش حلقه حضرتك مره واثنين وثلاثه. يعني ايه نحاول نقرب للناس المعلومه واحده واحده ونقول لهم خلي بالكم في كذا وفي كذا, في دليل كذا وفي دليل كذا, وانا اسف للاطاله لكل دوت, وهتابع مع حضرتك الحلقات الجايه ان شاء الله باذن الله. تشكر يا محمد, تشكر, مع انه ما اديتنيش اي جواب شافي عن موضوع عمر الخطاب هل اخطا ولا ما اخطاش في الموضوع ده. اشكرك جدا على اتصالك. طيب احنا نرجع لموضوع منع عمر لروايه احاديث عن رسول الله صلى الله عليه واله. قلت لكم زي ما قلت سابقا ان عمر في رزيه يوم الخميس منع كتابه الكتاب الذي لن تضل بعده الامه ابدا. فسبب الحروب دلوقتي بين المسلمين وداعش والقاعدة واللي يجري في سيناء وفي مصر وفي في في كل مكان في العالم من إرهاب من يسمون أنفسهم بالمسلمين, كله بسبب عمر, لأنه دول في ضلال
وهم يتخلوا انه يتخيلوا انهم في 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 قمه التقوى والايمان ومش عارف ايه بسبب الكتاب الذي لن تضل بعده الامه ابدا بسبب عدم كتابه الكتاب ده. اقول لكم يا اخوانا عمر كان يكره السنه النبويه جدا، يعني كان زي ما قريت في البدايه هقرا لكم مره ثانيه. قال قرظة بن كعب، الرواية دي موجودة في سنن الدارمي وسنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم على الصحيحين وجامع بيان العلم وتذكرة الحفاظ. فقال قرظة، قال قرظة لما سيرنا عمر إلى العراق مشنا معنا، فمع مشى معنا فقال إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم. يقول لك أنت هتروح حتة فيها ناس يقرأوا القرآن ولهم دوي كدوي النحل، فما تشغلوش الناس دول بالأحاديث فتشغلوهم، لا لا تصدوهم عن القرآن بالأحاديث، ما تقولوش ما تقولوش يعني لو واحد سألك سؤال قال لك أنا أصلي إزاي؟ ما تقولوش قال رسول الله صلى الله عليه وآله، لا 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 لا، سيبك كده يقول له آه روح صلي زي ما أنت عاوز. أو مش عارف أي هجص يعني مش عارف أنا مش فاهم ده عمر. يقول لك فقال لهم جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله وأنا شريككم في الجريمة دي، أنا الشريك بتاعكم في جريمة محو السنة عمر بن الخطاب. يقول فلما قال قرظة قال فما حدثت بعده حديثا عن رسول الله، لما قال لي عمر بن الخطاب الكلام ده لم أحدث بحديث، ما قلتش أي كلمة عن رسول الله، مسح السنة النبوية، قضوا على السنة النبوية، قضوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. عندنا اتصال كنترول كنترول طيب طيب كنت مين؟ محمد من قنا. السلام عليكم يا محمد. السلام ورحمة الله وبركاته، اخبار حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، اخبارك ايه يا محمد؟ تمام الحمد لله، تفضل يا محمد. السلام ورحمة الله وبركاته، أخبار حضرتك يا فندم؟ محمد، محمد ممكن تسمعني؟ اتفضل يا فندم. وطى على صوت التلفزيون خالص، مش عاوزك تسمع من التلفزيون كلمة واحدة، تسمعني من تليفونه بس أرجوك. تمام يا فندم. طيب اتفضل. يا فندم بعد إذن حضرتك لما تيجي تتكلم على سيدنا عمر بن الخطاب تقول سيدنا عمر بن الخطاب. سيدكم عمر بن الخطاب، طيب. عشان الإسلام ما تعزش يا فندم إلا بوجود سيدنا عمر بن الخطاب. إلا بعمر بن الخطاب، بس الإسلام ما تعدش إلا بوجود عمر بن الخطاب؟ والله. والله؟ ما بيؤمنش بسيدنا عمر بن الخطاب ومش مسلم أساسا، ولا يستاهل الإسلام أساسا. طيب، في واحد من الصحابة لما مات عمر احتبش في داره يقفز كما يقفز فرحا، ده مش مسلم؟ يا فندم بعد إذن حضرتك لما تيجي تتكلم على سيدنا عمر ابن الخطاب قول سيدنا. سيدك عمر مش سيدنا، أنا مش سيد بتاعي أنا، سيدك أنت. أنا مسلم طبعا يا فندم. طيب بس عمر بن الخطاب أقول لك على حاجة يا أخونا، عمر بن الخطاب قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله يهجر يعني بيخرف، إيه رأيك بكلامه ده؟ لا يا فندم، سيدنا عمر بن الخطاب عمره ما يقول الكلام ده. يا عم قال 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 في البخاري. اقول لك يا اخويا، اقول لك يا محمد اسمعني، انت 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 راجع كتاب البخاري، عندك كتاب البخاري ولا لا؟ عندي يا فندم. طيب راجع الكتاب البخاري رقم الحديث 111 ورقم الحديث. اسمعني 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 يا محمد، اسمعني يا محمد ارجوك. اتكلم على سيدنا عمر بن الخطاب قول سيدنا عمر. سيدك عمر بن الخطاب، سيدك يا عم سمعت فهمنا، يقول لي بلاش تتنرفز. ليه نعلو الشيخيه، ليه نعلو داي ليه يا عم؟ سيبك الله يلعنه، سيبك من عمر ارجوك، سيبك سيبك سيدك عمر بن الخطاب الله يلعنه. طيب في الروايه كمان 2825 سجل معايا، سجل 111 2825 والرواية رقم 2932 والرواية رقم 4078 والرواية رقم 4079 والرواية 5000
و237 والرواية 6818 كلها بتقول أن عمر الخطاب قال إن النبي صلى الله عليه وآله غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. احنا مش عاوزين السنة النبوية، مش عاوزين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، احنا عندنا القرآن وبس وبس خلاص. الرسول صلى الله عليه واله عمره ما يقول كده يا باشا. لا لا لا، طيب طيب طيب، لو لقيت الكلام، لو لقيت الكلام ده كله صح هتقول ايه؟ ماشي هبقى معاك وامن يا عم ان سيدنا عمر بن الخطاب ده مش تمام، بس والله حاضر. سيدنا عمر بن الخطاب عمره والله ده انت فل. انا عشان ما يعزش الاسلام محمد. الله سيدنا عمر بن الخطاب محمد محمد يا حبيبي، يا محمد يا اخويا يا محمد. صدق. انا صدق. عاوز منك خدمه من اخ لاخوه، ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. طيب يا محمد انا عاوزك تراجع صحيح البخاري وتراجع رزيه يوم الخميس، ارجوك راجع صحيح البخاري رزيه يوم الخميس في كتاب صحيح البخاري العلم كتابه العلم، وصحيح البخاري الجهاد والسير، وصحيح البخاري الجزيه، وصحيح البخاري المغازي. انا عاوزك تراجع الكتاب صحيح البخاري في الحتت ديت وتشوف كلامي صح ولا لا. الصحابه وعمر الخطاب قالوا انه النبي صلى الله عليه واله بيخرف والعياذ بالله، واحنا مش عاوزين السنه النبويه، ونهوا رسول الله صلى الله عليه واله عن كتابه السنه النبويه لحد ما غضب عليهم رسول الله صلى الله عليه واله ومات وهو عليهم غاضب. طبعا رسول الله صلى الله عليه واله مات وهو غضبان على ابو بكر وعمر وطردهم من بيته. اسمعني يا محمد، سيبك من عمر ده ارجوك، سيبك من عمر واتبع علي بن ابي طالب. سيدنا عمر بن الخطاب ما ينفعش يسيبنا منه يا فندم. يا عم سيبه والله يرحم ارحم روحك، هتروح النار يا محمد. طيب راجع الروايات دي وهتشوف كل خير. انا روح النار. مين؟ عمر ما اروح النار عشان سيدنا عمر بن الخطاب. لا والله والله انا لقيت يعني عليك الحجه. انا 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 زعلان عليك يا يا محمد، انا زعلان عليك. انا عارف سيدنا عمر بن الخطاب يا باشا، انا عارف. انا عارف كميه الصدمه. انت كل يوم يقول لك في صلاه الجمعه والخطب والكتب والمش عارف مين يقول لك عمر ما فيش منه، عمر العادل، عمر المش عارف، ده كذب وافتراء. عمر لما جاء زي 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 اقول لك اقول لك على حاجه اقول لك على حاجه يا فندم، اسلام وجاء علني قدام الناس كلها. يا عم علني ايه؟ عمر كان راجل جبان، كان لما اسلم اختفى في بيت احد الكفار وقال انا اسلمت، هم عاوزين يقتلوني. لما اسلم يا باشا قال اللي يحب يباردني يجي ورا الجبل وبارد. يا عمي ورا جبل مين؟ ورا جبل مين؟ ده كان عمر مشهور باللواط، كان بمصاب بدائم في دبره لا يشفى الا بماء الرجال. ورا الجبل يعمل ايه؟ ما يجي قدامه يقول له تعالي ورا الجبل، ايه ده؟ اي واحد يقول لك انا 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 عاوز، لو عاوز اضربك اقول لك بص اقول لك انا عارف شغل البلطجيه والناس دول، لو عاوز يضرب يقول لك تعال هنا تعال هنا، لو مش عاوز يضرب يقول لك تعال هناك تعال، انا عندي بيت فلان وهتكون في الحته الفلانيه وانا هعلمك وهعرف ما اقول لك ايه. بص عمر يقول لك ايه تعال خلي من كان مش اي عم، الكلام ده هاكس كله والله كده. ايه يا محمد؟ اتفضل يا فندم مع حضرتك. اقول لك على حاجه، عمر بن الخطاب كان انسانا جبانا، لو كان شجاعا لقتل. اسمعني خليني اقول لك على حاجه، لو كان شجاع هل قتل شخصا في الجاهليه او في الاسلام؟ لم يقتل الا بنته وادها ودفنها حيه، ولم يقتل الا الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه واله، وابنها المحسن الذي كان في احشائها قتله واسقط هذا الطفل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه واله. عمر قام بالجرائم دول، والا ليس له فضلا في جاهليه ولا في اسلام ولا اي حاجه، مفيش ولا فضيله. ما حصلش الكلام ده، ما حصلش الكلام ده. طيب هو بيقول انا قتلت بنت حيه في زمن الجاهليه. طيب لو هقول لك على حاجه، هو قتل مين في الحروب الاسلاميه؟ في اكتر من غزوه يا فندم. ما حصلش يا فندم. هقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه، عمر بن الخطاب مره الشجاع بتاعك ده، اقول لك على حاجه، عمرو بن عبد ود العامري. عمر بن الخطاب شجاع. اسمعني خلينا اكمل كلامي. اقول لك سيره الشجاعه بتاعته. عمر بن الخطاب في يوم الخندق كان لابسا السلاح والحديد وعامل كده ويقول لك شوف العضلات بتاعي وانا هعمل العمايل. طيب يا عمر هتعمل ايه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه واله اليوم يومك يا عمر، انا عاوزك تعمل حاجه.
فقام عمرو بن عبد ود العامري لما عبر الخندق فلما عبر الخندق عمرو فقال من يبارزني؟ ما ينفعش يا فندم تشتم الصحابه. خلينا اكمل كلامي، خلينا اكمل كلامي ارجوك، خلينا اكمل كلامي. فقال لعمر، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: يلا يا عمر انت مش لابس الحديد وعامل نفسك بلطجي وفتوه وبطل، طيب يلا اطلع اطلع يا عمر. فلما طلع عمر فقال لمبارزة عمرو بن عبد الود عمرو بن عبد الود، فاخذ معه قوسا وسهما وعمل له كده من بعيد كده: انا حرميك انا هقتلك. فرمي عليه فقال له عمرو، فقال: ويحك يا عمر، اسهم في مباراه؟ ما تروح يا عم، ما تروح، هاتوا لي واحد بطل. مين اللي ضرب عمرو بن عبد الود؟ علي بن ابي طالب، ده الشجاع البطل الذي كان بطلا فارسا وراجلا، علي بن ابي طالب. لا فتى الا علي ولا سيف الا ذو الفقار. حضرتك بتقول سيدنا عمر بن الخطاب وبتشتم فيه، ما ينفعش تشتم الصحابه على الهواء. يا عم يا عم سيبك، انا سيبك من شتيمه عمر يا عم شجاع. قول لي بطوله واحده من بطوله عمر. انا اقول لك على بطوله، انا افتكرت، عارف بطوله عمر فين؟ يقول لك مره خرج رجل من الجن فشاهد رجلا من الانس فقال: اتصارعني؟ اسمع، نفسه كان يخاف من سيدنا عمر بن الخطاب. هو هقول لك على الجن. فقال: اتصارعني؟ فصرع الانسي الجني، فقال الجني: اتصارعني الثانيه؟ فصرع الانسي الجني، فقال: قد علمت الجنه اني اقواها، اتصارعني الثالثه؟ فصرع الانسي الجني، فقالوا: ومن هذا؟ او عمر؟ قال: ومن لا غير عمر. عمر بس شغلته مصارعة الجن، ما عندوش مصارعة إنس ولا محاربة الأبطال ولا أي حاجة. يا جن، هات له جني يصارعه، لا إنسي لا ماليش دعوة فيه، أنا اختصاصي جن. الله. طيب يا محمد، راجع رزيت يوم الخميس وحتعرف بطل الجن ده عمر الخطاب. أشكرك جدا. أنا مسلم وما اشكرك جدا. سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر وسيدة عائشة وسيدة خديجة. يا عم سيبك من عائشة وعمر وبكر، خليك متمسك بالسيدة خديجة. اشكرك على اتصالك، مع انه ما كلمتنيش ولا كلمة عن موضوع الحلقة. انا اقول لك على حاجة يا محمد، اسمع، عمر الخطاب نهى عن 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 تناول حديث رسول الله صلى الله عليه واله، وامر بعدم القول أنه قال رسول الله وقال رسول الله. قال عمر لما بعث عمر أبا موسى إلى العراق، أبو موسى الأشعري، قال له: إنك تأتي قوما لهم في مساجدهم دوي بالقرآن كدوي النحل. أنت تروح الناس يقرأ قرآن ولهم دوي كدوي النحل، فدعهم على ما هم عليه ولا تشغلهم بالأحاديث، سيبهم يقرأ قرآن وما تشغلهمش بالحديث والروايات كده، ها؟ وأنا شريكك في ذلك، أنا الشريك بتاعك في الجريمة ديت، ما ترويش أي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. عندنا اتصال، مين معنا؟ هشام من المنيا. السلام عليكم يا هشام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا هشام. كنت عاوز استفسر من حضرتك على سؤال بس، ايه الروايات اللي هي فيها توضيح لوضعيه سيدنا عمر بن الخطاب سقطاته في الاسلام؟ طيب ده سؤال زي اقول لك يعني سؤال كبير قوي، يعني سقطاته كثيره قوي من زمن رسول الله صلى الله عليه واله لحد ما مات. في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله عمر بن الخطاب كان يشرب خمرة مثلا وأخذ يبكي على قتلى بدر في رواية معروفة، وينوح على قتلاهم قتل المشركين من بدر، ويشتم النبي صلى الله عليه وآله. دي واحدة من سقطات عمر في أول إسلامه وبعد ما هاجر إلى المدينة المنورة، وآخر سقطاته كمان مع الخمرة. يعني لما قتل عمر بن الخطاب، لما
بقر بطنه سيدنا أبو لؤلؤ الفيروز النهاوندي فقال. طبعا هو سيدك أنت. طيب سيدنا سيدي أنا وافتخر به. لما سيدك بقر سيدك أنت وبالنسبة طيب لي أنا سيدي. طيب سيبك 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 من سيدنا سيبك 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 من فاروق عمر. سيدي الفاروق يا عم سيدك وتاج راسك كمان. طيب سيبك سيدي وتاج راسي لسبب. لا لا خلينا أكمل كلامي سبب. خلينا أكمل كلامي. السبب إن أقول لك إن عمر الخطاب في آخر لحظة من حياته قال إيه؟ قالوا له عاوز أي الشراب أحب إليك؟ قال النبيذ هاتوا له الخمرة. فجاب له خمرة. عمر بن الخطاب يكرهه من يكره الحق. يكره عمر من يكره الحق. والله لا يكره عمر إلا من يحب الحق. ولا يحب عمر إلا من يكره الحق. أنت لو عاوز الحق عمر أقول لك على حاجة يرمز للحق. يرمز الحق من إزاي؟ من الذين رضي الله عنهم. من طيب الذين رضي الله طيب اقول لك على حاجه اقول لك رجعنا لخطاب السيد القائد البطل اقول لك عمر منهم اقول لك اقول لك على حاجه الخلفاء الراشدين طيب رجعنا للخطاب البطولي لخطاب القادة العرب اقول لك على حاجه عمر الخطاب يا عمي اي واحد استلم الحكومه وصار رئيس فتقول له ايه هشتكنا وبشتكنا يا رئيس بتقول له ايه بتقول له ايه دلوقتي السيسي فيك انت تشتم السيسي دلوقتي عندك الجرأة تشتم السيسي؟ هتقول انت بتشتم السيسي؟ سيدنا عمر يا عمي الله يلعنه الله يلعنه الله يلعنه فيك تشتم السيسي بتخاف منه والديك اللي جابوه حرام عليك يا راجل طيب لو تلعنهم ده اللي ده ترفع بدرجاتهم طيب اقول لك على حاجه يا هشام سامعني هشام انا سامعك لو انك قدام انت بتبتسم ابتسامة صفرة كما نقوله بيها في الصعيد والله لو إنك راجل قدامي لنشرخك قول وعرب عرفت ده إذا كنت أنت يعني تعمل فيها إيه يعني إن أنا استفزت لا طيب أنا طيب. بديت معاك بحوار إني بنقول لك سقط سيدنا عمر طيب من سقطات عمر بن الخطاب طيب أنا أقول لك أنت ما تخليتنيش أكمل سقطات عند أسياد خليني أكمل سقطات عمر بن الخطاب عند من عمر بن الخطاب اللي من أبعدك عن دينك أشكرك جدا أشكرك 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 يا هشام يا هشام ده أنت راجل صعيدي وراجل ابن حلال ومتربي بعيلة أقول لك على حاجة على عمر تبص لو أبوك يعني بعد عمر طويل لو كان حي لحد دلوقتي كان عاوز يوصي ويقول لك في فراش الموت يقول لك يا أولادي أنا عاوز أكتب لكم كتاب عشان ما تكونش مشاكل بينكم في الميراث وأي حاجة وواحد من اخواتك قال لك لا احنا مش عاوزين الوصيه هي عند المتر المحامي وهو المحامي هو تقول يقول لك لا انا عاوز اكتب ورقه وقلم هتقولي ورقه عشان اكتب لكم حاجه وما تكونش بينكم مشاكل فيقول لك اخوك الصغير مثلا يقول لك لا المتر موجود وهو المحامي يعمل كل حاجه هتعمل ايه ابوك بيحتضر ويوصي هتعمل فيه ايه اخوك ده تقول له ما تخلص خالص يا مجرم ما تخلص خالص خلي ابوك يتكلم تأدب تأدب وده ابوك عمر الخطاب قال ايه عمر الخطاب قال رسول الله صلى قال رسول الله صلى الله عليه واله روايه موجوده لما اشتد عن ابن عباس في صحيح البخاري لما اشتد بالنبي وجعه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده انا هاتولي ورقه وقلم عشان اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا قال عمر ان النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا النبي موجوع وعندنا القران وبس كفايه علينا مش عاوزين اي حاجه منك يا رسول الله انت جبت القران وخلاص فاختلفوا وكثر اللغط اختلفوا وتصارخوا وكثر اللغط وصار صريخ بين الصحابة الحلوين بأيهم اقتديتم اهتديتم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع ها قال طرد رسول الله صلى الله عليه وآله الصحابة المجرمين دول أقول لك على حاجة تانية عشان أنت صعيدي وراجل ابن أصل عمر في حد منكم يتهجم على حرمة؟ في حد من أهل الصعيد يتجرأ ويضرب واحدة ست؟ عيب عندكم الكلام ده عيب انتوا صعايدة رجالة محدش يضرب واحدة ست عيب عمر الخطاب الله يلعنه ضرب واحدة ست ومين؟ ست ستات أم
سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، دخل عليها دفع الباب ودخل عليها وحصرها بين الباب والحائط كده وخد يضربها وضربها على وجهها. عمر الخطاب عمل لا لا مش 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 هو بس، هو وخالد بن الوليد وقنفذ ومين معاه؟ مين معاه كان؟ انا مش فاكر، بس دول ابرز الاسماء دلوقتي في بالي، الصحابه اللي بقيهم سيف الله المسلول، دول اللي هجموا على بيت الزهراء عليه السلام. راجعوا الروايات وراجعوا الكتب، وهي ماتت وهي عليهم واجد عمر وابو بكر. انا دلوقتي مضطر لختم البرنامج، هنشوفكم ان شاء الله بكره الساعه حيكون الساعه كم بتوقيت القاهره؟ الساعة 10 حسب توقيت القاهرة. بكرة إن شاء الله حنكون معكم إن أحيانا الله عز وجل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله من هنا من مسجد المحسن الشهيد في أرض فدك الصغرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.